بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، مع ذلك احنا كنا قد بدأنا يمكن صفحة واحدة في كتاب السنندجي في الكلام على الماهية، ممكن نراجعها مرة تانية ونقرأها نستمر، لأن الموضوع متعلق بالماهية ثم بالتعين أيضا، أي التشخص في جزئيات أو أشخاص موجودة في الخارج ليس في ذهني فقط. أولا، نحن كنا قد بدأنا الكلام في الأمور العامة عن الوجود والعدم وما يتعلق بهما من القول بشيئية المعدوم والقول بالأحوال، وتقدم الكلام في الوجود والعدم مع العلم أنه كان يجب الكلام أولاً في الماهية، لأن الماهية هي التي نتحدث عنها، ماهية الشيء ويحكم عليها بأنها موجودة أو معدومة، ومن ثم فلا يمكن الكلام عن الماهية إلا أن يسبق ذلك الكلام عن الوجود والعدم، لأننا نحكم على الماهية التي نتحدث عنها بأنها موجودة أو معدومة، أو عند البعض موجودة أو معدومة، أو ثابتة وسط بين الموجود والمعدوم، وهذا مذهب القائلين بشيئية المعدوم، أي المعدوم الممكن وليس المعدوم المستحيل، هو الذي يثبت له الشيئية أو الوصف بالثبوت، وكانوا يقسمون المعلومة إلى موجود محقق الوجود في الخارج الذي نطلق عليه الهويات كما سنتحدث الآن، ومعدوم، معدوم مستحيل منفي كشريك البال، معدوم ممكن كالغول والعنقاء أو المليك بعد سنة إلى أخره أو العالم قبل وجوده، هو ممكن. إذن الذي يوصف بالثبوت والشيئية هو المعدوم الممكن، ومن هنا كان الذين ينكرون القول بشيئية المعدوم يقولون المعلوم يا موجود يا معدوم، والمعدوم يشمل الأمرين، المعدوم المنفي المستحيل والمعدوم الممكن الوجود. أما القائلون بشيئية المعدوم يقولون المعلوم إما موجود محقق الوجود في الخارج هذا في الهويات، أو معدوم وهو ينقسم إلى قسمين، معدوم مستحيل كشريك البالي، ومعدوم ممكن وهو الذي يوصف بالثبوت والشيئية، ومن ثم قالوا بشيئية المعدوم وبالثبوت، أيضا طبقوه في مسألة الصفات على الأحوال. الصفات عند أهل السنة موجودة، صفات المعاني، قدرة، علم، إرادة، حياة، سمع، بصر، كلام، موجودة قائمة بالذات، قزيمة بخدم الذات الإلهية، لكن
هناك عند القائلين بالأحوال أمر ثابت أو صفة لموجود لا موجودة ولا معلومة بل ثابتة، وهي الأحوال عندهم عند أبي هاشم المخالفة بين ذاته تعالى وسائر الذوات بأحوال خمسة: الموجودية، الحية، العالمية، القادرية، التامتين. أوجبتها حال خامسة هي الإلهية. ونجد عند الباقلاني وعند الجويني أولا وينفي الأحوال آخرا تنسيقا لهذه الأحوال مع صفات المعاني، وهي معرفة عند متأخري الأشاعرة بالصفات المعنوية، حتى لا يقول بقول القائلين بالأحوال، لأنه ثبت أن الله تعالى قامت به القدرة، فلزم من ذلك كونه قادرا، وكذلك العلم كونه عالما إلى آخر الصفات. نتحدث الآن إذن عن الماهية أيضا، وكنا قد بدأنا الكلام فيها أن ماهية الشيء ما به الشيء هو هو. هذه الماهية أنا عندي لها مفهوم، ما هي في الشيء أي شيء، يعني ما الإنسان؟ أقول حيوان صادق، هذه حقيقته، أو هو تمام ماهيته، أي أفراده التي يصدق عليها القول حيوان ناطق، هي محمد وبكر وخديجة وعائشة، كل واحد منهم حيوان ناطق. تمام الماهية، جزء الماهية الأعم اللي هو الجنس تشترك في هذه الماهية مع غيرها، حيوان يشترك إنسان مع فرس وجمل وغزال، جزء الماهية المميز الفاصل ده عن غيرها ناطق برضو نقص به الأفراد، وكذلك في الخارج عن ماهية الضاحف والماشي العرض العام، يعني الخاصة والعرض العام. هذه الماهية إذن لها مفهوم أيضا ولها مصادق كذلك. إذا أخذنا الماهية وخلطناها بالعوارض التي تطرأ عليها، يبقى رجل أو امرأة مثلا، رجل محمد، امرأة خديجة، الأفراد بتاعتهم الموجود بقى ومحقق هو من هذه الماهية، هو الهويات. ولذلك قلنا هذه الماهية وإن كان لها مفهوم كلي، لكن كليتها باللزوم بالملازمة وليس بالمطابقة، لأن الصدق على كثيرين بالمطابقة لفظ كلي، فالكلية جنس بتاعي. طب باللزوم يلزم أن يكون كليا أي يصدق على كثيرين، هذا هو الماهية. إذن كون الماهية تصدق على كثيرين ليس بالمطابقة، لا، بالمطابقة هو لفظ الكلية. طب لفظ الماهية باللزومي، لأن الماهية هنا قد تكون كلية
وقد تكون في الهويات أي جزئية حين تصدق على محمد وبكر وخديجة وعائشة. فإذا المهية بشرط شيء، هذه المهية موجودة فين؟ في الهويات أي الجزئيات المعينة. أنا عندي بقى ماهية بشرط لا شيء، أولانية ماهية بشرط شيء تكون موجودة في الخارج، موجودة فين؟ في الخارج بوجود الأفراد. يعني ماهية الإنسان موجودة في الخارج بإيه؟ بوجود محمد وبكر وخديجة وعائشة. هذه الماهية بشرط شيء. عندي بقى نوع آخر، ماهية بشرط لا شيء، وهذه المجردة. هذه الماهية المجردة تصدق على كثيرين، سواء كان هذا الكثير موجودا في الخارج او غير موجود معلوم، مستحيل او ممكن. هذه الماهية المجردة تكون في ذهني، لانها ليست موجودة في الخارج. عندي نوع ثالث، وطبعا اذا وجدت، اذا تصورنا انها موجوده في الذهن الخارج، هذه الماهيه المجرده لابد ان توجد. اذا وجدت المخلوطه هنتكلم عنها، او وجدت المجرده هتوجد النوع الثالث اللي هو الماهيه لا في شرط شيء. هذه الماهيه هي المطلقة عن القيد، يعني عن قيد بشرط شيء أو عن قيد بشرط لا شيء. إحنا منطقياً عارفين إذا وجد الأخص وجد الأعم. الأخص في قيد معين، يعني ما هي بشرط شيء مقيدة ولا مش مقيدة؟ ما هي بشرط لا شيء مقيدة ولا مش مقيدة؟ مقيدة. فإذا وجدت المقيدة اللي هي الأخص، وجدت المطلقة التي هي الماهية لا بشرط شيء. هذه الماهية لا بشرط شيء توجد فين؟ توجد في الذهن. أي موجودة في الذهن، خلاص مش مشكلة. هل هي موجودة في الخارج؟ أقول لك أيوة موجودة في الخارج بوجود المقيدة اللي هي المخرج. بمعنى ما اتفق على تسميته بالماهية بشرط شيء وهي المخروطة موجودة في الخارج، فإذا وجدت هذه الماهية المخروطة الموجودة في الخارج وجدت الماهية المطلقة. وده اللي بنسميه بقى عندنا الكلي، إما منطقي يبحث عنه علم المنطق، وهو الذي لا يمنع نفس الصور من قوة الشركة فيه. ما كانوا فيه في ذهني أخو دايم الماهية المجردة، ماهية بشرط لا شيء. طب عندي ماهية أيضا الكلية الطبيعية موجود بوجود الأفراد في الخارج، يبقى هو ده الماهية ايه؟ هويات. طيب اذا وجدت الماهية بشرط شيء وجدت المطلقة، يبقى الكلية الطبيعية موجود ايضا بوجود الافراد في الخارج. فكأني عندي الماهية المجردة، ودي بقى ما هو خلاف كبير يعني بين
المناطق والفلاسفة موجودة في ذهنه وفي خيال. ده نزاع أفلاطون مع أرسطو. أفلاطون بيقول موجودة في الخارج أيضا أزلية أبدية، أرسطو بيقول له لا، تزيدنا فقط الموجود هو الهويات أي المشخصات. نيجي النوع، احنا خدنا بقى الكلية الطبيعية موجود بوجود الأفراد في الخارج. طيب الكلية المنطقية عادة يكون يبحث عنه المنطقة في ذهني أصلا. طب المخلوط منهما بين المنطقي والطبيعي، الطبيعي هو الماهية التي يعرض لها الكلية فهي معروضة، والكلية ايه؟ عارضة لهذا الشيء. اما نخلطهم مع بعض بهذه الصورة، يعني تعرض الكلية لمعروضها الإنسان أو الحيوان بهذه الصورة، يكون هذا كليا عقليا. النزاع بقى في هذا الكلي العقلي، هل هو موجود في الخارج أو غيره موجود في الخارج أيضا؟ ده نزاع وعايز بحث في الفلسفة وليس في المنطق. نبحث كلام سقراط بحث عن مفهوم الكلية فقط ولم يتحدث عن كونه موجودا أو غير موجودا. أفلاطون بحث في هذا المفهوم الكلية، هل هو موجود في الخارج مجرد؟ أثبته في عالم المصري. وجاء أرسطو قال إنه من اختراع الذهن للأشياء الموجودة أمامه وهي الهويات، فالموجود حقيقة هو الهويات، والكلية هذا في الذهن فقط عند أرسطو. وجاء ابن سينا وفلاسفة القرون الوسطى قالوا إن هذا الكلية الطبيعية موجود بوجود الأفراد في الخارج. فإذا المحقق عندي في الوجود في الخارج الذي أراه، المشي، أذوقه، أشمه، إلى آخر المحسوسات، وأراه أمامي هو الهويات. طب الكلية الطبيعية هذا قالت موجود بس مش لوحده، بوجود الأفراد في الخارج. وحتى قال قد يغلب على أوهام الناس، ما قالش العقول طبعا لأن الوهم تابع للحس، أن الموجود هو المحسوس. يرد في هذا على القائلين بعدم وجود إله لأنه ليس محسوسا، لأنه محسوس ما يبقى إله. إذا ما دام ليس محسوسا فليس موجودا. ويرد أيضا على القائلين بإله ويجعلونه جسما محسوسا، فقال قد يغلب على أوهام الناس أن الموجود هو المحسوس، وأن ما لا يناله الحس بجوهره بذاته، وأن ما لا يناله الحس بجوهره فليس بموجود. وأعطى مثال الإنسان، يقال على محمد وبكر وخديجة وعائشة وليس بمحسوس مع أنه موجود. فأنتم يا مشبهة يا مجسمة يا من تنكرون الإله أيضا تقولون أن ما لا يلانه الحس بجوهره ففرض وجوده محال، أقول لك لا غلط، لا ليس محالا، لأنني سآتي إليكم من المحسوس ما ليس المحسوس. محمد وبكر وخديجة وعائشة أفراد جزئية محسوسة يقال عليها كل واحد منها أنه إنسان، محمد إنسان،
وفيما إنساه. إذن هو موجود بوجود الأفراد في الخارج، هذا هو الكلية الطبيعية. وخرج من هذا كله بقوله: فكيف بما ينال به كل ذي حق حقيته، أي واجب الوجود، فهو أولى أن يكون موجوداً وليس بمحسوساً. وبالتالي أثبت ابن سينا موجودات، واجب الوجود عز وجل موجود وليس محسوس، بل العقول والنفوس السماوية عنده، العقل الأول إلى العقل العاشر، هذه موجودات ليست محسوسة وهي موجودة، وكونها ليست محسوسة لها ماهية، إذن يلزمها أن تكون كلية تطلق على كثيرين ولها هويات. يعني العقل الأول وحده له هوية، العقل الثاني له هوية، أشخاص معينة. كان هذا هو النزاع في مسألة هذه الماهية، ونقسمها مرة أخرى إلى ثلاثة أنواع. ماهية إيه؟ مشروطة، مخلوطة بشرط شيء، ومتفق على أنها موجودة لأنها هي هويات. ماهية بشرط لا شيء وهي المجردة، وبطبيعة الحال إذا وجد المقيد وجد المطلق، فإذا وجدت المخلوطة وجدت إيه؟ المطلقة، وهذا هو الكلي الطبيعي، لأن الكلي عندنا ثلاث أنواع: كلي إيه؟ منطقي لا يمنع نفس الصور من وقوع الشركة فيه، ملوش مادة معينة يطلق على الحيوان، على الإنسان، على الحجر، على أي شيء. ثم ما هي بشرط شيء، احنا عندنا ما هي بشرط لا شيء هتبقى ايه؟ مجردة، وهي دي بقى اللي بنتكلم عنها، تبقى اللي بندرسها على المنطق. ما هي بشرط شيء وهيبقى موجود الكلية الطبيعي بوجود الأفراد الخارج، مش كده؟ الطبيعي فين بقى؟ لا، ده في الماهية المطلقة، إذا وجدت المقيدة وجدت المطلقة يبقى الكل طبيعي. يبقى إذا أنا عندي كم نوع؟ عندي كلي منطقي وهيبقى في ذهني فقط، مش كده؟ كلي طبيعي موجود بوجود الأفراد في الخارج، موجود، وهو ده إيه؟ المطلقة، توجد بوجود، لأن إذا كانت مخلوطة هتبقى فيها المطلقة، مش كده؟ لأن لفظ المخلوطة جعلها هويات، ما دام ما هي مخلوطة تبقى إيه؟ هويات. طيب، هذه الهويات إذا كانت كلية، هقول لك الكلية المطلقة موجودة بوجود الهويات، يبقى الكل الطبيعي هو يجي فين؟ في المخلوطة. الكلية الطبيعية يوجد فين؟ ويجي الكلية الطبيعية ازاي؟ لما نضم الكلية المنطقية مع الكلية الطبيعية هيجي الكلية العقلية. هذا بقى الكلية العقلية مرة أخرى، هل هو موجود في الخارج ولا موجود في الذهن؟ ده الصراع الكبير بين الفلاسفة. أرجو نقراها مرة ثانية كده، ومين يقرأنا؟ تقرأ يا شيخ؟ من الذي سيقرأ؟ تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وأدام الله النفع بعلومه وعلومكم في الدارين، آمين. ثم الماهية إما بسيطة لا جزء لها كالنقطة. لا، اقرأ من الأول، اقرأ من الأول مرتين. من الأول. هي صفحة واحدة كده، هنقراها كده ونكمل.
فصل في الماهية. نعم. آخر مباحثها أخر مباحثها أن مباحث الوجود والعدم، لأن البحث عنها من حيث إنها صالحة لمعروضية أحدهما. صالحة لمعروضية أحدهما. يبقى إذن بقى أنا عندي معروض اللي هو الوجود أو العدم، له عارض هو الكلية، له عارض. لأن على سبيل المثال مفهوم واجب الوجود هذا مفهوم مجرد، بمجرد المفهوم عنده لا يمنع أن يصدق على كثيرين واجب واحد اثنين، بس بالدليل العقلي دليل الوحدانية يبقى في شخص واحد. شريك البالي ممكن واحد واثنين وثلاثة واربعة، وده معلوم. ممكن بقى بالدليل العقلي نمنع وجود أي فرد. فأنا عندي بالنسبة لي الموجود يعرض له الكلية من حيث مفهومه، زي واجب الوجود موجود ولا مش موجود، تعرض له الكلية من حيث إن مفهومه لا يمنع أن يوجد في واحد واثنين وثلاثة أربعة. الدليل العقلي ودليل الشرعي جعله في شخص واحد أو أثبته في شخص واحد. إذن أنا عندي معروض الشيء الموجود وعندي عارض وهو الكلية. وأجيبها لك بقى مثال، أنا عندي معروض هو الإنسان، تعرض له الكلية بحيث إيه يصدق على واحد واثنين وثلاثة وأربعة، محمد وبكر وخالد وعائشة، عشان تفرق بين المعروض وبين العارض. وكذلك الحيوان معروض تعرض له الكلية بحيث يصدق على إيه إنسان وفرس وجمل وغزال. فأنا عندي إذن معروض اللي هو الشيء الموجود، وله عارض وهو إيه الكلية، أي لا يمنع نفس صورة من وقوع الشركة في أي صدق على أكثر من واحد بحسب مفهومه. يعني واجب الوجود من حيث هو دون النظر إلى شيء آخر ممكن يصدق على واحد واثنين وثلاثة واربعة، لكن بالدليل العقلي يمتنع أن يوجد اثنين ويبقى شخص هوية واحدة. أقول لك أيوة هوية واحدة، لكن من حيث صدقه. وممكن أنا أديك مثال، أنت عندك بحسب الواقع دلوقتي إنسان يصدق على محمد وبكر وخديجة وعائشة، لو فرض إن إحنا أبدنا كل ما في العالم من بشر ولم يبقى إلا واحد، هتقول وهذا الواحد اسمه محمد، نقول محمد إنسان. أثبتنا الإنسان ولا ما أثبتناهوش؟ أثبتناه، ولكن واحد فقط. ما يمنعش إن يصدق على كثيرين، مش كده؟ بأن أو بلاش كده، نخليها فاطمة هي اللي بقية. مش ممكن أيضا فاطمة دي هي كانت وحدها، لكن قبل ما تموت حملت، قبل ما يموت الناس كلها حملت وولدا، ويقال ابنها أو بنتها إنسان وهي إنسان، يبقى يقال على كثيرين. ولذلك إحنا مثلنا قد يصدق على كثيرين مع إيجاب أن يكون هذا واحد وامتناع أن يوجد غيره كواجب الوجود. فبالرغم من أن مفهوم واجب الوجود، من أن واجب الوجود واحد، إلا أن مفهومه إيه؟ لا يمنع، مفهومه كلي لا يمنع من وقوع الشركة فيه. طيب برضو الشمس مفهومها يمكن تصدق على كثيرين، لكن بحسب الاستقراء موجودة شمس واحد، ممكن توجد شمس تانية ولا لا؟
فإذا احنا بنتكلم اذا عن هذا الموجود تعرض له الكلية ما دام مفهومه لا يمنع من صدقه على كثيرنا. حتى انسان اللي موجود قدامنا الان يصدق على محمد وبكر وخديجه وعائشه الى اخره. طب اذا لم يوجد الا فرد واحد هنقول هذا الانسان ما يمنعش ان يوجد منه فرد ثاني او ثالث او رابع. اذا انا عندي معروضه اللي هو الانسان مثلا، وعندي عارض هو الكليه، مش كده؟ عندي معروض اللي هو الحيوان تعرض له الكليه، وكذلك الجسم النامي والجسم المطلق والجوهر، مش كده؟ تعرض له الكليه لان يثق على كثيرنا. حتى مفهوم واجب الوجود الكليه عارضه له من حيث مفهومه، انما من حيث المصدر ايوه يمتنع ان يوجد في افراد كثيرين. نعم. من حيث انها صالحه لمعروضيه احدهما وهي بهذا الاعتبار متاخره عنهما وهي لفظه ماخوذه عن ما هو. يبقى خد بالك برضه، ولفظ انا عندي الذي يدل على وقوع على كثيرين او صدق على كثيرين بالمطابقه، ايهما؟ لفظ كلية ولا لفظ ماهية؟ كلية. الذي يدل على صدقه على كثيرنا بالمطابقة كلية. فالكلية جنس في التعريف. الكلية ايه؟ جنس في التعريف، ينطق على أي كلية سواء كان نوعا جنسا فصلا خاصة عرض عام. فالكلية جنس في التعريف بالمطابقة. طب دلالة الماهية في الصدق على كثيرنا بالمطابقة ولا باللزوم؟ لا باللزوم، لأن الماهية كما سيأتي ونبين الآن قد يراد بها الهوية فما تصدقش على كثير. ماشي يا شيخنا؟ فالماهية قد تدل على كثيرنا فدلالتها على كثيرنا بالمطابقة ولا باللزوم؟ لا باللزوم. الذي يدل بالمطابقة في الصدق على كثيرين هو لفظ الايه؟ الكلية. حيث نقول الكلية هو الذي لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، ومن ثم فالكلي جنس في التعريف. طيب دلالة الماهية على الصدق على كثيرين هتبقى كلفظ الكلية بالمطابقة ولا ايه؟ باللزوم. باللزوم، لأن الدلالة إما مطابقية أو تضمنية داخلة فيها أو خارجة عن الماهية لازمة له، وهي الدلالة الالتزامية. ومن ثم فيعرض لها للماهية، يبقى المعروض إنسان، حيوان، جسم نامي، أي شيء تعرض له الكلية. فنتكلم عن هذا العارض اللي هو الماهية، مش كده؟ نعم. لا أنا مش قادر أفهم إن الماهية دلالتها على المفهوم يعني باللازم لا بال. طب نتكلم عن الدلالة، أصلها ثلاثة أنواع. الدلالة المطابقية أو تضمنية أو التزامية. إذا دل اللفظ على تمام الماهية يبقى مطابقية، على جزء الماهية الداخل فيها تضمنية، على خارج عنها التزامية. ولذلك أنا عندي هنا الدلالة المطابقية، ما الإنسان؟ حيوان ناطق، يبقى دل على الإنسان بالمطابقة. طب دلالة الحيوان، دلالة الإنسان على الحيوان فقط تضمنية، على الناطق فقط تضمنية. طب دلالتها على خارج عن الماهية، افرض دلالة إنسان على الضاحك أو الماشي، يبقى دلالة التزامية لأنها خارجة.
مش كده؟ طبعا ماشي تعارض عن مش ده لانه يعني يمتكوا عنها، لكن دلالته على الضاحكين دلالة التزامية ممكن توجد، ممكن يعني تتخلف، لكنها لا مساوية للإنساني بس عارضة له مش ذاتية. فهنا في هذه الحالة أتكلم عن هذه الماهية اللي أنا بتحدث عنها تدل على كثيرين، محمد وبكر وخديجة وعائشة، بالمطابقة. ما أصل إذا وجدت المطابقة وكانت مركبة هتوجد التضمنية على طول، أو إذا وجدت التضمنية وجدت المطابقية على طول، مش كده؟ تدل بالمطابقة وبالتالي بالتضمن أو باللزوم؟ لا باللزوم، لأنها خارج مفهوم الكسرة. يعني المقصود تمام الماهية. المقصود تمام الماهية. ولذا يدل على كثيرين بتمام الماهية. واخد بالك؟ وإذا والذي يدل على كثيرين بتمام الماهية هو لفظ الكلية. لأن تعرفوا إيه؟ ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. طيب أجي أنا الماهية بقى التي هي خارج عن يعني بلا شك في دلالتها خارج عن المطابقية وعن التضمنية بل بالالتزامية، أي يلزمها أن تصدق على كثيرين كالكليين، لكن صدق الكلي على كثيرين إيه؟ بالمطابقة. طب صدق الماهية على كثيرين بالالتزام، لأن هذه الماهية قد تدل على جزئين يبقى مش كلي، اللي هو إيه؟ الهوية. لأن كل هوية ماهية تدل، قد تدل على جزئين ويبقى مش كثيرين، وقد تدل على كثيرين هتبقى كلية. فإذا دلالة ماهية على الصدق على كثيرين كالكلي، أقول لك لا، لأن الكلي يدل على كثيرين بالإيه؟ بالمطابقة. طب ما هي تدل على كثيرين بالمطابقة؟ أقول لك لا، بالالتزام، لأنها قد تدل على جزئي كالهويات، مش كده؟ لكن قد تدل على كلي أيضا كالإنسان، والإنسان يصدق على كثيرين. فإذا لفظ ما هي صدقهم على أفراد كثيرة بالمطابقة ولا بالالتزام؟ بالالتزام. نعم سيد. أيوة شيخ. فإن ماهية الشيء ما به يجاب عن السؤال بما هو، كما أن الكمية ما به يجاب عن السؤال بكم. كما أن الكمية الكمية نعم. كما أن الكمية يعني أنت بتقول الماهية هي عبارة عن السؤال بما هو، ما هو ذلك الشيء؟ تقول ما الإنسان؟ أجاوب عنك إما بتمام الماهية حيوانك، بجزء الماهية الأعم الجنس، بجزء الماهية المساوي للماهية المنع لها من الاشتراك مع غيرها الفصل، أو بالخارج عن الماهية اللي هو الخاصة أو العرض العام. فأنا بسأل عن ماهية ذلك الشيء فتقول ما هو ذلك الشيء. طب أنا عندي الياء نسبة والتاء فيها جاي هيكمل بقى معانيها، اتفضل. كما أن الكمية ما به يجاب عن السؤال بكم، وهي قد تؤخذ بشرط شيء أي المقارنة للعوارض فتسمى المخلوقة. خلاص بقى، أنت أخذت هذه الماهية بشرط شيء أي بالعوارض التي تعرض لها. أنت ولدت إيه يا ستي؟ يقول لك بنت وسميتها زينب، ولد وسميته محمد، شخص واحد. فهي
قد تؤخذ مخلوطة بالعوارض وتسمى ما هي بإيه؟ بشرط شيء، وهذه موجودة في الهويات. وإذا قلنا في الهويات أعني في الجزئيات المشخصة التي يمنع نفس تصورها من وقوع الشركة فيه. فإذا أنا عندي وجد الشخص المعين يبقى توجد فيه ماهيته الكلية اللي هي تبقى مطلقة، هذا الكل الطبيعي موجود بوجود أفراده محمد وبكر وحسن خديجة وعائشة، هذه هي بإيه؟ بشرط شيء. نعم، لخلطها مع العوارض ولا خفاء في وجودها. يعني برضو أقدر أقول معذرة، يعني أنا ما أقدرش أفهم منطق إلا إذا عرفت الأمور العامة وجدت، والأمور العامة هنا بتشرح ببساطة شوية، هي عايزة شرح كتير فلسفي بقى، وعايزة أستاذ فلسفة يدرس. وبكل أسف إحنا أغلب الأساتذة عندنا ما بيدرسش الموضوعات دي، يجي الفلسفة الإسلامية بين الأصالة والتقليد، يعني الفلسفة الإسلامية مسألة قدم العالم عدم علم لا بالجزئيات حشرة واحدة. المسائل دي الشغل يعني بقت إيه، يعني درست من سنين عديدة، بتمسكوا المواضيع الأساسية دي المتعلقة بكل يعني مسائل العقيدة دي موجودة في كل شيء، في مسائل، في مسألة العالم وخلق العالم أو قدم العالم، في مسألة وجود الله عز وجل ونفي الشريك عنه، في التنزيهات، في النبوات، في كل شيء، في العقائد، الأمور العامة، طب كلها مبنية على أسس منطقية. فأنا ما أقدرش أفهم أيضا المنطق إلا إذا كنت أدرس أيضا الأمور العامة كالوجود والعدم والماهية وغيرها. نعم، ولا خفاء في وجودها. ولا خفاء في وجودها اللي هي إيه؟ المخلوطة، اللي هي أقدر أقول عليها وجودة في الخارج. طيب الكلية بتاعها بقى الذي لا يمنع شركة فيه اللي هو الكلية الطبيعي موجود بوجود إيه؟ المخلوطة، مش كده؟ بوجود المخلوطة هيوجد الكلية الطبيعية. أما الكلية المنطقية أيوة حاجة دراسة وده في ذهني، ومزج الاثنين اللي هو الكلية الطبيعية مع الكلية المنطقية جمعهم الاثنين هينتج عنه الكلية العقلية، وبرضه الناس يقول لك مكانه في العقل، وهو ده الوجود الذهني اللي فيه محل خلاف، هل في وجود ذهني ولا وجود. إذا دققت أنا في التعبير عند المتكلمين يقال الوجود الذهني على سبيل التساهل في التعبير هي التصور الذهني، لأن اللي موجود أنا بقول نار نار يا أولاد نار نار نار، ده لفظ عندي أنا صورتها قدامي بس، لكن النار الحقيقية تبقى في الخارج بقى. فهل في وجود؟ يبقى إذا أنا أقول من باب التساؤل أقول التصور الذهني، لكن عند أفلاطون لا، في نار حقيقية في الخارج ووجد صورة لها، أو هي بتاخد شبح وتخلع شبح وهلم جرة، وعشان كده ملوش ثبات هذا في الهويات الخارج. أرسطو قالوا لا 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 لا، اللي موجود في الخارج النار الحقيقية المحسوسة، طب اللي في ذهنك أنت دي إيه؟ قال لك صورة منه، يبقى التصور الذهنية للموجودات الخارجية. مشكلة صعبة، مشكلة عايزة دراسة فلسفية وتاريخ فلسفة قراية كتير. عشان كده إحنا هذا المجموع من المخلوطة مع الكلية اللي هي هتبقى منطقية هيجيب لي كل عقلي. يبقى إذا أنا عندي الكل الطبيعي موجود بوجود الأفراد الخارج، إذا جمعته مع الكلية المنطقية هيجيب لي الكلية العقلية، هل موجود في الخارج؟ ده محل نزاع كبير أوي. إذا المتفق عليه بأن
أو لا حاجة يعني يمكن تقرب تقرب إلى ذهنكم الآن. لما يكون في ملك في بلد، الملك مات، في ولي العهد، هو الملك مستمر على طول، سواء اسمه أحمد ولا جه محمد بعزيز، هو الملك. مات الملك، عاش الملك، يبقى الملك موجود. وعشان كده أنا بقول لك إيه، اللي خلف ما ماتش، ممتد فيك أنت، فالإنسان موجود وحقيقة واحد 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 وهكذا. فإذا هذا الإنسان أنت في حاجة قدامك، أنت في خيالك كده إنسان حيوان نطق بتمسكه، أنت بتعرفه فين؟ في الأفراد بتاعته. أهي دي ما هي المخلوقة بقى، وهذا هو الكلية الطبيعي موجود بوجود الأفراد الخارج. لما نجمع بقى الكلية المنطقية مع الكلية الطبيعية هيوجد عندنا الكلية العقلية، وهذا محل نزاع كبير في الفلسفة. فالمؤكد والمتفق عليه أي نوع من أنواع الثلاثة، الماهية المخلوقة، الماهية المجردة عن الخلط والعوارض ملهاش دعوة بالجسمانية، الماهية المطلقة. أقول لك المتفق عليه هي الماهية المخلوطة، وبالتالي طبعا المطلقة موجودة بوجود إيه؟ المخلوطة، مش كده؟ تفضل. ولا خفاء في وجودها، فإن وجود الأشخاص في الخارج بين كزيد وعمر من أفراد الإنسان. يعني أنا ولذلك أمسك أنا عندي لما في عملية تنازلية عند المتكلم، الله هو يخرق الجواهر ويخرق اجتماعها، عند ديموقريطس وابي كور زمان، لا في جواهر اجزاء لا تتجزا مبثوثة في العالم استقت بعضها مع بعض، اجتمعت فوجبت الاجسام واتوزعت بقى جبال نبات جماد حيوان انسان الى اخره. عند المتكلم ده الله يخرق الجواهر ويخرج اجتماعها. هذه الجواهر حين تجتمع هي جسمه، تجتمع يبقى جسم. طب جسم تحته ايه؟ جسم نامي. تحت جسم ايه؟ حيوان. تحته ايه؟ انسان. تحته ايه؟ محمد وبكر وخديجه وعائشه. وجد الموجود قدامي انا الملموس هو الهويات، يبقى الماهيه الجزئيه، الهويات المشخصة، محمد وبكر وخديجة وعائشة. إذا وجد محمد هيوجد الإنسان، مش كده؟ أهو ده الكل بقى اللي بتاعه بقى، موجود بوجود إيه؟ محمد. وإذا وجد محمد وكان إنسان، طب وجد الحيوان، لأن الإنسان حيوان ناطق. ما يتمش إنسان إلا إذا كان إيه؟ حيوان. طب وإذا وجد محمد وهو إيه؟ الإنسان والحيوان، وجد الجسم النامي اللي بيشترك معه النبات. طب وإذا وجد الجسم النامي يبقى وجد محمد حيوان جسم نامي جسم مطلق، يبقى يجتمع زي الحجر وغيره والجوهر. فإذا أنا عندي المحقق في الخارج المتفق عليه هو ايه؟ الماهية المخلوطة، وهي الماهية ايه؟ بشرط شيء. اما الماهية المجردة في الغالب تجدها او تتصور في الذهن، يدركها من دراسته للاشياء الموجودة في الخارج. طيب المجموع بينهم بقى، بين المخلوطة والمجردة، تجمعهم الاثنين مع بعض، قال لك ممكن تديني بقى اللي هي ايه؟ مش كده؟ كل العقل. نعم. قد تؤخذ بشرط لا شيء، اي الخلوة عن العوارض واللواحق. تبقى مجرد، ودي بقى في الغالب برضه متفق عليه ان يبقى في الذهن. وتسمى مجردة. نعم. تجردها عنها.
ولا توجد في الأذهان فضلا عن الأعيان. لا توجد، خد بالك بقى، مش لا تتصور، لا توجد في الأذهان فضلا عن الأعيان، هي تتصور فقط في الذهن. نعم. والتصور وجود أم عدم؟ لا لا لا، في فرق، أقدر أقول كله وجود تصور وليس كله تصور وجود، لأن نصور معدومات، شريك البال متصور. هتقول لي شريك البال موجود في ذهني؟ هو ملوش أفراد. لا، قدر التصور هذا تصور فقط، مش هذا هو المعرفة. يبقى عندك صورة مش وجود، لأن أصل كلمة وجود عند الفلاسفة، خد بالك، الوجود عند الفلاسفة وجودي وليس أمرا اعتباريا. ولذلك الهيولة بتاعت أرسطو اللا معين اللي ما لبستش الصورة، أنت الآن فيك هيولة للتراب. أنت تراب بالقوة. التراب موجود فيك بالقوة مش معدوم، ولذلك الهيولة عند أرسطو معدومة عرضيا اكسيدنتالي موجودة ذاتيا اسينشالي، هي موجودة بس بتلبس صورة وتطلع صورة، هي المادة تلبس صورة وتطلع صورة. فإذا الوجود عندهم وجودي، لكن عند المتكلمين أمر اعتباري. ولذلك الشيخ الأشعري هنيجي برضه نتكلم، وبنتكلم في المنطق، الوجود، احنا اتكلمناها في الوجود والعدم، الوجود عند الشيخ الأشعري نفس الماهية، يبقى مفيش ماهية إذا كان وجود. الوجود هو اللي يديني الصورة بتاعت الماهية دي. فإذا قبل الوجود مفيش ماهية، ولذلك مفيش، نتج عن كلامه، لا يوجد اثنين متماثلين، لازم هذا غير ذاك، مفيش تماثل بين واجب الوجود وممكن الوجود، بين القديم وبين الحادث. فوجود الواجب عين ماهيته ووجود الممكن عين ماهيته. إذا لم يكن وجود لم تكن ماهية، وإذا كانت هناك ماهية كان وجودا. إذا عدم وجود الشيء خلاص مفيش ماهية. واضرب لك مثال، أنا ليا الآن ماهية إنسان عبد العزيز، افرض أنا مت ورحت بعد شهر ولا حاجة في التربة ما لقيتش حاجة، خلاص ماليش وجود وماليش ماهية. فإذا الماهية عند الشيخ الأشعري الوجود نفس الماهية عند الفلاسفة. طب بس خد بالك بقى، آدي مذهب الشيخ الأشعري الوجود نفس الماهية. طب تعالى بقى عند تلامذتهم بقى عند الأشاعرة، لا، الوجود زائد عن الماهية حتى يصح الحمد. بيقول لك بقى الوجود أمر اعتباري وليس وجوديا، أمر عدمي ليس وجوديا. لكن عند الفلاسفة لا، الوجود وجودي، وحنيجي نتكلم في الوجوب أيضا وجودي، والإمكان وجودي، الإمكان وجودي أيضا عند الفلاسفة، لكن عند المتكلمين أمور اعتبارية عدمية. نعم. أنا رجائي برضو خلينا بالراحة، لأن يعني دي بتعمل خلط كتير في المفاهيم، وأساتذة كبار، مش هقولها كده، بسبب عدم دراسة الأمور العامة دي، وبنتخانق، أنا بتخانق فعلا في اللجنة العلمية، وأقول لهم الوجود، يقولوا أمر اعتباري، أقول له أمر اعتباري عندك أنت، طب عند الفيلسوف، حدد ملعاه، ما أنا بتكلم عن الفيلسوف، الوجود عند الفلاسفة وجودي. إيه يا شيخنا؟ وجودي. طب هجيبها لك بقى في دليل الوحدانية. هيقول ايه المتكلم؟ اولا الواجب لا يحتاج الى الغير، الواجب غير مركب. لو قلنا الامر الثالث بقى، وهنجيبه دلوقتي بعد الدرس بتاع الماهية،
لو قلنا إن الوجوب وجودية، لو قلنا إن ما هيقتضي إلا كده التركيب، لو قلنا إن الوجوب وجودية لقلنا بكلام الفلاسفة إنه عين الماهية عشان ما فيش تركيب. أنت إذا اعتبرت أنت يا متكلم الوجوب وجودي وتضيف إلى الماهية يقتضي التركيبة مما به الإشراك ومما به التشخص والتعين. لذلك بيلجأ المتكلم في مسألة الوجوب إذا كان وجوديا يلجأ إلى مذهب إيه؟ الفلاسفة، ويقول إن الوجود عين الماهية، ويبقى الوجوب نفس الماهية أيضا. لجأ إلى الفلاسفة عشان يحل الإشكال، وإلا لو لم لو قال إنه وجودي وهو زائد على الماهية يقتضي التركيب في ماهية الواجب، والواجب لا تركيب فيه. الأحكام بتاعة الواجب: أولا أن الواجب لا يحتاج إلى الغير، أن الواجب ليس مركبا. لو قلنا إن الوجوب وجودي لقلنا بكلام الفلاسفة إيه؟ أنه نفس الماهية، الوجوب غير مشترك، بعكس الوجود مشترك عند المتكلمين والفلاسفة. طب مشترك ما هيقتضي أيضا التركيب في الوجه؟ يقول لك لا، عند الفلاسفة الوجوب نفس الماهية، يبقى ده مفهوم المشترك بقى في الوجود، مفهوم الوجود لا ما صدق الوجود. طب عند المتكلم إذا كان الوجود مشترك هيقولك أيضا المشترك مفهوم الوجود لا ما صدق الوجود. خليها ما نيجي بس الأحكام الواجب والممكن كده مرة أخرى. الوجوب عند الفلاسفة وجودي، طب عند المتكلمين الوجود عدمي أمر اعتباري. طب والإمكان؟ إمكان عنده أصل الهيولة هي الإمكان، يجب أن تكون وجودية ويقتضي. وتعرف هما بيرددوا، والبعض بيردد قدامي يقول لك آه هذا في الإمكان الاستعدادي أو الاستقبالي. طب ما هي الهيولة بتاعت أرسطو، الإمكان الاستعدادي أو الاستقبالي. فالإمكان، ولذلك خد بالك المتكلم هرب من المنطقة دي وأخذ الإمكان بالمعنى الأخص عشان يثبت وجود العالم بعد عدم. لكن عند الفيلسوف الإمكان أصلا بالمعنى العام، سلب الضرورة عن أحد الطرفين، يعني تثبت الطرف الواجب المستحيل مش ضروري، يعني الواجب الوجود ضروري. طب العدم في المستحيل ليس ضروريا، ممكن ينقلب إلى وجوده. هذا هو الإمكان بالمعنى العام، عشان كده هو ده الإمكان الاستعدادي أو الإمكان الاستقبالي، ويلزم عنه قدم العالم. هرب المتكلم، رفض وقال لك لا، أنا باخد الإمكان بأي معنى؟ بالمعنى الأخص، وجوده ليس ضروريا، عدمه ليس ضروريا، حتى أثبت وجود الله فقط وعدم للعالم ثم وجود للعالم. هذا هو مذهب المتكلم، الإمكان بالمعنى الأخص، وهو سلب الضرورة عن الطرفين. ما يلجأش إلى الإمكان بالمعنى الأعم لأنه يلزم قدم العالم. مين اللي بيقول بالإلزام بقدم العالم؟ الفلاسفة. ولذلك الإمكان عندهم بالمعنى الأعم، والإمكان هذا بالمعنى الأعم وجودي، لأن الهيولة وجودية، هيولة أرسطو معدومة عرضيا أكسيدنتالي، موجودة ذاتيا وجودا غير معين، موجودة الهيولة لا يمكن أن تفنى. ولذلك خدها في العلم الحديث المادة أزلية أبدية، لا ليست لها بدء وليس لها نهاية، لا تفنى، لأنها وإلا العطر
عطلت المحرك عن الحركة، حركة يبقى يوجد، أو بلغة الفيلسوف المسلم ما يبقاش واجب الوجود، ما يوجبش وجوده، ما دام هو واجب الوجود من جميع الجهات ما خدش الوجود من الغير، وقد أوجب وجود الغير، أوجبه منذ الأزل وإلى الأبد. ولذلك الفيلسوف ما يعرفش عدم على الإطلاق. غير كده يبقى اللي بيشرح الأمور دي مهزلة، ما مش فاهم بقى. ومن هنا أنا عمال يبح صوتي، وأكاد أقول لا يقف بجوال في شرح الأمور العامة إلا يمكن اثنين أو ثلاثة فقط، على رأسهم أحمد الطيب أولا، وكان كاتب فيها وفرحان إن عمل كده، الدكتور عبد الفضيل كمان، ثم الدكتور ربيع، الباقي كله بيحارب في إحنا مش محتاجين الأمور العامة دي. قلت له تشرح منطق إزاي؟ وجات لي أنا مسألة لسه يوم السبت الماضي وأنا بناقش واحد، قلت له ومتعلق بهذه المسألة، بيقول المعتزلة يقولون إن لله تعالى إرادة حادثة لا في محل. قلت له ممكن تشرح لي العبارة دي؟ لا في محل، أي ليس في جسمي. قلت له المحل هو الجسم، أنا بشرح لا في محل، ما معنى لا في محل؟ ويقول لي هذا غير معقول ألا تكون في محل. قلت له ما تبقاش في جسم، أمال تبقى فين؟ قلت له لو أنت درست مذهب الجوهر الفرد، وأنا هجيب لكم نسخ ونصورها، نظرية الجوهر الفرد، لو أنت درست هذا لعلمت أن النظرية أساسا قائمة على ما دام جوهر فرد لازم فيه خلائن، كما يقول الجويني في جو معلوم، في خلاء، في هواء. هواء عندهم يعني خلاء، مش هواء زي ما انت تصور، ده هواء في الارض، ده ملاح في خارج الكره الارضيه، في خلاء بها يكون المحل، يكون الجسم، يبقى شجره كلمه موسى، او اللوح المحفوظ في كلام الله تعالى الذي فيه هو كلام الله لا في محل، كن في محل في اللوح المحفوظ إلى غيره. وقد قالوا بذلك أولا بقى إرادة حادثة حتى يواجهوا الفلاسفة الذين قالوا بالإيجاب على سبيل الضرورة، ودول بيقولوا بحدوث العالم، يبقى بالقدرة والاختيار، يبقى مفيش محل، ثم يأتي المحل اللي هو الجسم الذي به الأشياء. إذن يواجه الفلاسفة ويقولون بإرادة حادثة لا في محل. طب كلام الله تعالى بعضه لا في محل وهو خلوق، وبعضه في محل اللي هو الشجرة كما يقول الجهمية، وكلم الله موسى من الشجرة، أو القرآن في محل وهو اللوح المحفوظ. ادي مذهب المعتزله، وقد قالوا بحدوث الاراده لوجه الفلاسفه في القول بالايجاب، ما ينفعش قديما والا لتعدد القدماء وكفر، تبقى اراده حادثه، وما تنفعش في محل يبقى في جسم والا كان هو المريد بها لا في محل. اقول له طب اشرح لي لا في محل، مش عارف، وعايز يترقى استاذ مش عارف. قلت له طيب كلام الله تعالى لماذا قالوا ان كلام الله تعالى بعضه لا في محل وبعضه؟ قالوا ايضا يجب ان يكون كلام الله حادث، والا هنبقى زي النصارى، العلم او الكلمه عيسى عليه السلام قديم ازلي فهو اله، يبقى ما فيش صفه قديمه والا لتعدد القدماء، يبقى كلام الله حادث بعضه لا في محل وهو قولوك، يعني في فضائل بها يكون المحل اللي هو الجسم، وبعضه في محل اللي هو اللوح المحفوظ، في محل هو اللوح المحفوظ في التنزيلي. إذن يواجه أيضا النصارى القائلين بقدم الأقانيم، بكل أسف أنا بتجيلي أبحاث وبأحكمها،
كله خطب منبريه يا رب، كله خطب منبريه، مفيش تحليل المذاهب، انما كله تشنيع علينا. المعتزله كبار، الفلاسفه كبار، الكلام الخطاب بنبطله بقى. انا نفسي نبقى نشتغل شغل علمي جدا، ونعرف اصول المذاهب دي جايه ازاي. وطبعا ده بيساعدني انا، انا بفهم الكلام ده منين؟ لما بذاكر معاكم في الامور العامه وفي المنطق، انا بجيبه منين؟ هو انا امي ولدتني كده عارف؟ ابدا، انا بتعلم على ايدي كنتم. لكن الاخرين بكل اسف يعني اهم، ولذلك مره اخرى، من لا يعرف الامور العامه اعتقد لا يعرف فلسفه ولا يعرف توحيد ولا كلام ده، ومن لا يعرف منطق ما يعرفش يحلل ويضبط عباره. ايوه سيدي. ولا توجد في الاذهان فضلا عن الاعياد، لان الوجود في الذهن سواء اطلقت العوارض او قيدت بالخارجيه او بالخارجيه من العوارض، ان الكون في الذهن من العوارض التي لحقت الصوره الذهنيه. هي صوره ذهنيه ما تبقاش لان شريك البال. طب واجب الوجود ان انت عندك برضه في الذهن صوره عنه، ما عندكش واجب الوجود في الذهن، هو واجب الوجود داخل هنا؟ النار اللي انت متصوره داخله هنا ولا في قلبك؟ لا، انت صورتها. وعلى لسانك برضه لفظيه، مش كده؟ طب شريك البال مفيش وجود اصلا، يبقى ده صوره، هو ده الادق بقى. ولذلك في نزاع كتير حول الوجود اللفظيه، ده نزاع كبير جدا بقى. وانا اغلب الابحاث اللي بتجيلي في مثل هذه الامور كله اصل ولازم كده، نفسي الاقي واحد يحللها لي من اصول المذاهب تحليل، ويحللها لي منطقيا. وبقول بركه فيكم. ايوه. فان الكون في الذهن من العوارض التي لحقت الصوره الذهنيه بحسب الخارج، اذ العارض الذهنيه، اذ العوارض الذهنيه ما جعله الذهن قيدا للشيء بان يعتبر له، بان يعتبر له عارضا ويلاحظه له، والشيء الذي، والشيء الثاني بقى يبقى معروض وتعرض له ايه؟ الكليه، مش كده؟ وتجعله يصرف على هذا وذاك. نعم، تفضل. والشيء الذي نفرضه موجودا في الذهن عرض له في نفس الامر كونه في الذهن من غير ان يعتبر الذهن عارضا له. نعم. واما الحكم عليها باستحاله وجودها، ولا حكم على الشيء الا بعد تصوره. طبعا انت بتحكم على ماهيه شريك البال، انت لازم تتصوره. انت بتقول اه انا اتصور هناك شريك البالي، ثم احكم عليه باستحاله الوجود، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، سواء اكان موجودا في الخارج او غير موجود في الخارج. الحكم بتقول شريك البالي معدوم. انت هتقول لي طب ما انت بتقول لنا بالمنطق القضية الموجبة لا تصدق إلا إذا كان موضوعها موجودا. يعني تقول الإنسان حيوان أو الإنسان ناطق، أفراد الإنسان موجودة في الخارج، والقضية هنا خارجية وصادقة لأنها موجبة، تصدق موجبة وتصدق سالبة أيضا. الإنسان ليس موجودا على المريخ مثلا، تدي حكم كده. فأنت هنا تصدق موجبة إذا كان موضوعها موجودا، أما السالبة فتصدق موجبة وغير موجبة. تقول شريك الباري ليس موجودا، صادقة، لأنك بالسلب السالبة أعم من الموجبة، تصدق على موضوع موجود وموضوع معدوم. لكن الموجبة لا تصدق إلا على إيه؟ على موضوع موجود. أقول لك أيوة، هناك مثلا الغول والعنقاء، الغول حيوان يتشكل بكذا موجبة، والعنقاء طائر عجيب الشكل موجبة أيضا، تصدق لأنها مقدرة الوجود، ممكنة الوجود. وعشان كده انا بقول في الغول والعنقاء الحكم هنا يبقى
لأنه مقدر الوجود أو ممكن الوجود فتكون القضية حقيقية. طب الإنسان حيوان ناطق، القضية هنا خارجية وهي حقيقية أيضا، لكن حقيقية فقط إذا كانت مقدرة الوجود. طيب مستحيلة الوجود، لو أنت تقول شريك الباري بصير، إيه رأيك؟ كاذبا، لأن شريك الباري معدوم، كيف تحكم عليه بشيء موجود والبصر؟ مستحيل، القضية كاذبة. لكن لو أنت قلت شريك الباري ليس بصيرا، سالبة، سالبة أعم من الموجبة، لأن إذا كان شريك الباري معدوم ينفى عنه كل صفة أيضا. يبقى شريك الباري ليس بصيرا صادقة ولا كاذبة؟ صادقة. إنما شريك الباري بصير كاذبة. لا، ده أنا هجيب لك بقى حاجة تانية بقى. شريك الباري غير بصير، أقول لك كاذبة، لأن ليس للسلب إنما غير ولا للعدول. شريك الباري غير بصير أو شريك الباري لا بصير، أقول لك القضية هنا معدولة وهي موجبة، لأن حرف السلب لم يسلط على النسبة وتكون موجبة، معدولة موجبة، فإذا هي كاذبة. تصدق إمتى؟ إذا قلت أنت شريك الباري ليس موجودا صادقة، شريك الباري ليس بصيرا صادقة. المشكلة هجيبها لك بقى تانية دلوقتي، إيه رأيك؟ شريك الباري ليس موجودا صادقة ولا كاذبة؟ صادقة. شريك الباري ليس موجودا أو ليس بصيرا صادق؟ صادقة. خليني موجود، سيبني ما بصير والكلام ده بقى. طب إيه رأيك؟ هجيب لك قضية موجبة، شريك الباري معدوم صادق. إيه رأيك فيه؟ صادق. أصلها مساوية، ليس موجودة. ليس موجودة. خد بالك هنا، أصل موجود ومعدوم عند القائلين بالطرف الثالث، يعني بشيئات المعدوم بالأحوال، شريك الباري معدوم. القضية هنا صادقة ولا كاذبة؟ صادقة. لأنها في قوة إيه؟ ليس موجودا. طب إذا قلت لك عبارة ثالثة، شريك الباري ممتنع. صادقة برضو، لأنها إيه؟ ليس موجودا، مش كده؟ مستحيل الوجود، صورتها موجبة، إنما هي في قوة. ولذلك أنا عندي، أديك مثال كده، أنا عندي موجود معدوم، نقيض موجود إيه؟ لا موجود. نقيض معدوم إيه؟ لا معدوم. طب إذا قلت موجود ومعدوم في قوة النقيضين عند مين؟ القائلين بالأحوال. في قوة إيه؟ أنا أجيبها لك برضه، متحرك وساكن. متحرك نقيضها إيه؟ لا متحرك. ساكن نقيضه إيه؟ لا ساكن. طب ومتحرك وساكن دول ضدان مساويان للنقيض، واجب وممكن. أصل الواجب ليس ممكنا والممكن ليس بواجب، يبقى واجب وممكن موجودان ولا مش موجودان؟ ضدان مساويان ايه؟ للنقيض، مش كده؟ فأرجاء يعني الأشياء دي بتحدد لنا المفاهيم وتنجيلها كتير ونكسب عبارات أدق أكتر. كمل يا شيخنا الكريم. وأما الحكم، وأما الحكم عليها باستحالة وجودها، ولا حكم على الشيء إلا بعد تصوره، فلأنك إذا تصورتها كانت من حيث ذاتها مجردة ومقابلة للمخلوقة، ومقابلة للمخلوقة، ومن حيث وجودها بالذهن مقابلة للمخلوقة، لأن المخلوقة موجودة بالأشياء الموجودة في الخارج، مش كده؟ لها وجود حقيقي، يبقى دي موجودة في الخارج وهذه ايه؟ ليست موجودة في الخارج، لا مجردة، يبقى مقابلة لإيه؟
المجردة مقابلة للمخلوقة. نعم. ومن حيث وجودها في الذهن اسما من المخلوقة طبعا الحكم. من حيث وجودها في الذهن ادي بقى ده الوجود الذهني هتبقى قسما من المخلوقة. اذا ان المخلوقة موجودة في الخارج اذا قسمها موجود في الخارج. ادي محل الزعم. في البعض يقول لك الوجود الذهنية فرع عن الوجود الخارجية. فإذا كان الوجود الخارجي محققا هيبقى الوجود الذهني أيضا محققا. إذ أن المجردة قسما من إيه؟ المخلوقة. وما دام قسم منها إذا وجد الأخص اللي هو القسم وجد الإيه؟ العام. مش كده؟ يبقى هنا في الحالة دي أنا عندي إذا وجدت المخلوطة الأخص وجدت المجردة وهيبقى ده الوجود الذهني. نعم. ومن حيث وجودها في الذهن قسما من المخلوطة فيصح الحكم عليها باستحالة الوجود من حيث ذاتها وقد تؤخذ لا بشرط شيء. يصح الاستدلال عليها من حيث وجودها وهذا هو رأي القائلين بالوجود الذهني. إذ أنها مأخوذة من الأشياء الخارجية وطبعا الموجود من الأشياء الخارجية لازم يبقى له وجود في الذهن صحيح وإلا يعني. وده مذهب كتير يقولك أنت إيه ما تجريش وراء الخيالات والأوهام ادرس الواقع أمامك. فإذا ثبت الواقع أمامك هيوجد عندك التصور الصحيح لهذه الأشياء ويبقى لها وجود في الذهن. وطبعا هذا وجود حقيقي دول أنصار الوجود إيه؟ الذهني. نعم. وقد تؤخذ لا بشرط شيء. يبقى الأولانية أخذت بشرط شيء وهي المخلوقة. وقد تؤخذ بشرط لا شيء وهي المجردة. التالتة إيه؟ وقد تؤخذ لا بشرط شيء وهي إيه؟ المطلقة. وبلا شك إذا سلمنا وقلنا بوجود المخلوقة توجد إيه؟ المطلقة. وإذا سلمنا وقلنا بوجود المجردة توجد إيه؟ المطلقة. إذا سلمنا مش كده؟ لأن ما دام وجد الأخص اللي هو إيه؟ بشرط شيء أو بشرط لا شيء وجد الأعم اللي هو إيه؟ لا بشرط شيء. يعني أنا أثرت قضية في ناس كتير قوي وبتعاربهم قلت لهم أنا أثبتها عندي وأجيب لكم البحث ده ومصوره. أنا كاتب إيه؟ نزاع المتكلمين حول مسألة خلق العالم أو أنا عايز إيه؟ استدلال ما عرفش العنوان يعني إيه؟ مسالك المتكلمين. مسالك المتكلمين الفلسفية في مسألة خلق العالم مبين فيه هل خلق العالم من شيء أو من لا شيء أو لا من شيء. ده العبارات خلق العالم من شيء ده مذهب في الفلاسفة على طول من مادة سابقة. وطبعا المادة السابقة لا تخلو عن صورة وتلك الصورة أزليا أبديا. هذا خلق العالم من شيء ده مذهب مين؟ الفلاسفة. عند المتكلمين أثيرت عبارتين خلق العالم من لا شيء وخلق العالم لا من شيء. العبارة الأولانية خلق العالم من لا شيء بيّنت أنها معدولة والمعدولة مجابة ممكن تم لأن أصل العدول قد يكون مع الإجاب وقد يكون مع السلبي. مع الإجاب إذا لم يسلط السلب على النسبة. إذا سلط السلب على النسبة تكون القضية إيه؟ سالبة. فهنا أنا ببين فيها خلق العالم من لا شيء وأنا بينت فيها
أن هذا الرأي مأخوذ من آراء الفلاسفة القائلين بالهيولة السابقة. يبقى الأجسام المعينة للبس الصورة مادتها أصلية إلى هيولة، ما هو ما في الصورة إلا من هيولة، مش كده؟ ما هي اللي بتلبس الهيولة الصورة بتاعتها. كذلك عند القائلين بحدوث العالم من المتكلمين القائلين بشيئية المعدوم، يبقى عشان تبقى جسم المادة المكونة لهذا الجسم الجواهر الفردة، بس عند المتكلمين مفيش زي نظرية الجواهر الفردة عند اليونان ديموكريتوس وأفيقور مبثوثة في الخارج تكون أجساما مركبة، لا، عند المتكلمين الله يخلق الجواهر ويخلق اجتماعها معها. فإذا المادة برضو يبقى خلق بعد عدم، بس إيه المادة الأصلية للأجسام هي الهيولة عند أرسطو، المادة الأصلية للأجسام عند المتكلمين هي الجواهر الفردة. بس بقى عند أرسطو وفلاسفة المسلمين المادة الأصلية الهيولة أزلية أبدية، عند المتكلمين المادة الأصلية للأجسام وهي الجواهر مخلوقة وخلقت يعني تركيب الأجسام فكانت أجسام على طول، يعني خلقت وخلق تركيبها مع الأجسام، يبقى برضو مسبوقة بعدم، لكن العبارة دي غير دقيقة أو حاسمة في قول من يقول خلق العالم بعد عدم، مش حاسمة، لأن قالت لي من مادة سابقة، يبقى العبارة مش دقيقة. في العبارة الأدق منها ظهرت في وقت متأخر، وجدتها عند المسعودي في مورج الذهب وعند غيره وعند أيضا فارابي عبر عنها بقوله خلق العالم لا من شيء، أدبت حرف السلبي على الكل ومنه على النسبة، تبقى القضية سالبة. ولذلك قررت أن عبارة خلق العالم لا من شيء هي الأدق في وجود للعالم بعد عدم. العبارة الأولى من لا شيء في رأيي لم تكن حاسمة لأن قريبة من كلام الفلاسفة من مادة سابقة، ولكن بين على الرغم من هذا عند المعتزلة من لا شيء وإن كانت توهم بأن الأجسام لها مادة سابقة وهي الجواهر، لكن هذا في التصور الذهني فقط وليس في الوجود الخارجي، لأن عندهم الله يخلق الجواهر ويخلق اجتماعها معها وتكون الأجسام، لكن إذا هناك عدم كما يقول المعتزلة سابق على وجود العالم أي على قبل خلق الجواهر واجتماعها، لأن أخص وصف لله تعالى عند المعتزلة أقدم. وبكل أسف ألاقي الباحثين بيتقدم ماجستير بيتقدم لدكتوراه أستاذ مساعد وأستاذ ويجوا كله يمسك ويردد كلام البغدادي وابن حزم، يجي إلزامات على المعتزلة لأنهم قائلون بشيئية المعدوم يلزمهم القول بقدم العالم. كنت أسف وأساتذة كبار أوي، وبيردد هذا الدكتور النشار كان بيردد وهم ماشيين ورا الدكتور النشار على طول، ويلزمون المعتزلة القول بقدم العالم. أنا بقول لا، مش ده تصوير مذهب أبدا. المعتزلة أخص وصف لله تعالى القدم. إذن لما قالوا بشيئية المعدوم يقصدون أن الأجسام المعينة هذه لها مادة سابقة عليها وهي الجواهر الفردة أصلها،
هذه الجواهر الفردة أيضا مخلوقة. الله يخلق الجواهر ويخلق اجتماعها. وبكل أسف أنا استفدت هذا من ابن ميمون في دلالة الحائرين ومن بعد المستشرقين، وأردد عبارة المستشرق: الله created the bodies and the atoms simultaneously، خلق الجواهر وركبها وصارت أجساما في نفس اللحظة. يعني إذن ما فيش جواهر فردة كما يقول ديموقريطوس وأبي خور مبثوثة في العالم ثم تساقط بالصدفة. لا، عند المتكلمين المعتزلة الله يخلق الجواهر اللي هي الجواهر فردة ويخلق اجتماعها فتكون أجساما في نفس اللحظة. إذن هناك عدم سابق على الجواهر والأجسام، وليس هو مذهب ديموقريطوس. وقال: وبالتالي إذا استعرنا، أنا حللت مذهب المعتزلة هكذا، إذا استعرنا كلام الفلاسفة بوجود مادة سابقة للأجسام المعينة اللي هي الغيولة بتاعت أرسطو، فإننا نقول إن المادة السابقة للأجسام عند المعتزلة هي الجواهر، ولكن ليس لها وجود مستقل، بل يخلق الله الجواهر ويخلق اجتماعها فتكون أجساما. إذن المعتزلة يقولون بخلق أيضا في الأدق بقى بعد عدم محض، سواء قلنا خلق الله العالم من شيء أو من شيء، أي مادة سابقة، أو من لا شيء أو لا من شيء، وتمشي مع مذهب المعتزلة وأنهم قائلون بخلق للعالم بعد عدمه. لكن بكل أسف أنا بجد كثير من الكلام عمالين نرص بس وننقل بس. أنا عايز أفهم المذهب وحلله، وحرام علينا وعار علينا كمان إن إحنا كأساتذة جامعة عمالين قص ولزق. لا، احنا نفهم. واللي بيساعدني في هذا معذره، والله العظيم اقر امامكم حقيقه، انا كنت في كليه اصول الدين الى نوفمبر 92 ثم نقلت، ودي خطيئه كبرى واقر باعترافكم بانني اخطات الخطيئه، اكبر خطيئه في حياتي انني تركت اصول الدين ورحت البنات، لان كليه البنات مهما كان برضو البنات مش حجمها جامد زي الولاد، والولاد ممكن تكون منهم قاعدة علمية جيدة، وبالرغم من هذا أوفلت بعض البنات ممكن يعملوا حاجة، لكن برضو مش زي الولاد. بالرغم من هذا أنا رحت، أنا اللي ساعدني كتير إني أنا وجدت الكلية أمامي أشرح ما أريد، وغيري هربان من المواد دي، درسوش تحليل قواعد ومتقيد معرفات، ملوش دعوة بها أبدا، ما يدرسوش ابدا شرح المواقف والمقاصد، ملوش دعوه بالامور العامه، ملهمش دعوه بالرشيديه ولا الولديه ولا اي كتب من الكتب دي ابدا، سايبينها بلا شك. هذا افادني وانا اقدر اقول انا اتعلمت على ايدي البنات دول، بل في واحده منهم اتباهى باني كنت مشرف عليها وما كنتش بدرس الموجهات ابدا، خلتني غصب عني لاني بتكتب فيها اشتغل واحاول ادرس افهم زيها. ولذلك معذره، يعني مش عارف، احنا عايزين نبقى اساتذه يبقى لازم عندنا ادوات هذه، اما احنا بقى ونطلع طالباتنا ونطلع كذا، ويعني اظن يجب ينتهي ده كله ويجي جيل جديد تاني، جيل في الشريعه كانوا يدرسوا المنطق، في اللغه العربيه كانوا يدرسوا المنطق، حورب هذا في كليات متعدده، حورب محاربه كبيره جدا، واصبحت الدراسه سطحيه. والحمد لله ان جاء دكتور احمد طيب عدل ايام ما كان نائب رئيس الجامعه، وارجو يتمم الطريق وهو شيخ للازهر، ونرجع الازهر زي ما كان، وانا بقول ويرجع الازهر زي ما كان من هنا من جامع الأزهر
يا ريت الدكتور زقزوق يجي يشوف الكلام ده، يشوف احنا بنعمل ايه. يجي الدكتور احمد طيب ويشوف احنا بنعمل ايه. اتنين، دكتور حسن الشافعي وانا وراه. دكتور حسن الشافعي ده انا اعتبر امامي واستاذ، والبقيه الصالحه من علماء الازهر بيجي يشوف احنا بنشتغل ايه ويشجع ان يجي هنا واحكي لكم واحرضكم ان انتم تقروا لعثمان امين عن المفكر المصري الامام محمد عبده. كتب لما كسرت الثوره العربيه ودخل الانجليز محتلين لمصر، وجد ان الوسيله ان يجلس في جامع الازهر، وقال يكفيني انا فتره حياتي اخرج 10، 10 كل واحد يخرج 10، 100، 100 كل واحد يخرج برضه كذلك. وهلم جرى ينتشر التعليم والتراث الازهري بهذه الطريقه، لان الكليات بكل اسف مش عايز اقول لكم ايه، انتوا بتشتغلوا شوفوا حتى في اجازه منتصف العام، يعني الكليات حتى بدء الدراسه لسه من الاسبوع الماضي. ليه؟ لان ويقول لك كله تمام يا فندم، ده على الورق من اكتوبر وهيجي يمتحن. طب ايه اللي درسوه؟ ولا حاجه. يبقى الامل مره ثانيه بقى ارجع هنا. انا على كل حال يعني مش عارف اقول لكم ايه، انا بقول الخطيئه الكبرى اني انا تركت اصول الدين، لكن ربنا بيعوضني الان بكم انتم، ان انتم بتيجوا هنا. وانا كنت باجي هنا في بعض الابناء بيقول لي بيفكرني من سنه 85 كمان وانا باجي، وكنت بقعد هنا واشتغل حاجه كده. انتم بتيجوا الجيل اللي يطلع كده، اما الاماكن الاخرى والله العظيم انا اكبر محاربه ليا في اماكن متعدده، وخاصه في كليه الدراسات الاسلاميه والعربيه للبنات، ان انا بدرس الامور دي. مش راضي عني الا طالباتي فقط، اما الاساتذه ده سم نار عندكم مش عايزين. واقول لك انت عمال كده فضحنا. انت حرين. انا بأحارب، انا بعلنها بصراحه، انا بأحارب. ازاي انا دارس الامور دي؟ طبعا ده عار عليهم لانهم عايزين احنا اساتذه، احنا كبار، احنا ايه؟ طب روحوا. روحوا بقى خلاص، يبقى الامل كتير. يرجع هنا في جامع الازهر مره ثانيه، لان بعد كده قدامكم شهر ونص ثاني بكثير، ثم تيجي الامتحانات والكليات تغلق وانتهى. يبقى الامل ان في هذا الشباب، ويبقى شباب متنوع، ممكن يكون في اصول الدين، ممكن يكون في الشريعه، ممكن يكون في اللغه العربيه، يكون في الدعوه، قسم تفسير، قسم حديث، قسم عقيده، اقسام متعدده. يطلع منكم النموذج الثاني اللي التف حوالين محمد عبده وانتج منه، اقدر اقول لك مصطفى عبد الرازق، انتج بعد كده الدكتور البهيه، انتج عبد الحليم محمود، انتج اساتذه متعددين من جامع الازهر. ايوه سيدي. مولانا المعتزله قالوا لا يوجد معدوم محض، المعدوم حال كونه معدوما الذوات وعيان وحقائق، يبقى يلزمهم القدر. المعدوم المحض عندهم المستحيل، اما شيئيه المعدوم اي المعدوم الممكن. طيب بس المعدوم الممكن. نعم. اما المعدوم المستحيل كشريك الباري هو معدوم المحض. طيب المعدومات الممكنه خلاص ما يوجدش خلاص، لكن المعدوم الممكن زي ابني ليك انت بعد سنه. نعم. معدوم يوجد، ولذلك الجواهر قبل اجتماع قبل خلقها واجتماعها معلومه وممكنه، وهي لا شيء معلومه. لكنها لها يعني ثبوت في العالم. ثبوت يعني مش مستحيله، خد بالك، ما انا عندي مستحيل وثابت. نعم نعم. ثابته يعني ليست مستحيله. نعم قالوا العالم عند المعتزله، احنا بنزور مذهب المعتزله. حاجه من الاثنين، انا بقول يا احنا ما احنا يعني ما بنقراش، احنا مش فاهمين، وفي الغالب احنا لا بنقرا ولا فاهمين، ده في الغالب الا عند البعض. انا ما انكرش ان دي بس قله عند البعض،
بيمسك كله إلزامات لمذهب المعتزلة، قولهم بشيئية المعدوم يؤدي إلى قدم العالم. أجيب لك مثال متخانقت بسببه، مسكوا معمر ابن عباد السلمي ويقولون، والألفاظ بقى اللي يكتب عن معمر ابن عباد، هذا الكافر الزنديق وكذا، حيث قال بقدم العالم، حيث قال، ويمسك كذا. في نظرية المعاني أن كل جسم هو جسم أو أي شيء لمعنى، والمعنى لمعنى لا إلى غاية، وموجود بهذا النص عند الأشعري في المقالات. يجيب الكلام ده وينسى أصل الحكاية ذات إزاي. وأنا أقول له خد بالك، أيوة أنت هتكذب الأشعري في نسبته هذا الكلام إلى معمر. أقول له نظرية المعاني كلامها أصل المعمر معتزلي من القائلين بنظرية الجو والبر وحدوث العالم، وأخص وصف لله تعالى القدم، إزاي يقول لا إلى غاية؟ إزاي؟ هو مخبول. لكن في رواية جابها الأشعري عن ابن الراوندي الذي كان معتزليا ثم انفصل عن المعتزلة، كتبها كده وحكيا. الله، ما تنبهش إلى حكيا دي وإنها تأخذ تضعيفا، وجاب القول ويلصقه بمعمر أنه قال الله يخلق الجواهر والجواهر تخلق أعراضها لمعنى، والمعنى لمعنى لا إلى غاية، يبقى قائد بقدم العالم. يجري ورا ابن حزم، ده بيجيب إلزام يا ابني، وابن حزم عايز يعمل، والأشاعرة في كتير من الحاجات إلزامات على المعتزلة. اسمع، جيب لي نص القائد ده من المعتزلة وأنا ماشي وراك، مش تيجي أنت تجيب لي إلزامات من فلان ولا من علان، أقول لك لا. والحكاية كده، واتخانقت بسببها. قلت له أنت غفلت عن كلمة حكاية ليه؟ حكيا. خلاص خد التضعيف، ما عادش أنا سمعت، ما عادش أنا فوت. حكيا أن معمر قال إن الله يخلق الجواهر، والجواهر تخلق أعراضها لمعنى، والمعنى لمعنى لا إلى غاية، يبقى كده بالعكس. إحنا بقول لك ده تزييف، تزييف للمزاج، زي ما كان عندي تزييف لسه قريب، واحد يقدم أقانيم النصارى عند النسطورية وأنها أسماء للجوهر الواحد وهي على سبيل المجال، والله كذب على النصارى، والنسطورية ما يردوش الكلام ده، وإذا صح خلاص ما فيش كلام بين وبينهم كمسلمين موحدين، يبقى زيهم زي أهل السنة، على الأقل بلاش أهل السنة، زي المعتزلة، أسماء لله الواحد. ده يمشي في فرق بين الكلام الخطابي، أيوة الوحدة الوطنية إحنا أصحاب وإحنا قرايب وكذا، وتقرير حقائق علمية. أنا ما زيفش، أنا لا أزيف عليهم ولا أشمهم، كذلك يجب لا أزيف على المعتزلة ولا أشمهم، أنا أجيبهم زي ما هم، وأجيب الفلاسفة زي ما هم، لكن إحنا بكل أسف كسالى، بينما المستشرقين عموا عينيهم، يمسكوا النصوص بتاعنا في الكتب الصفراء ويحفظوها ويحللوها، وإحنا كسالى عموا عينينا، بكل أسف. واللي يقرا واحد بعين واحده زي عبد العزيز، كنت اتمنى يبقى لي عينين اثنين وكنت قادر اشتغل كتير، لكن الجهد اهو جهد المقيم. طب انتوا اللي ربنا اداكوا عينين تتدب فيها رصاصه، عينين سليمه، فين انتوا بتشتغلوش بايه؟ لا هما بيجروا وراء دكتور فلان، دكتور علان، مناصب بس ومراكز. لا انا نفسي يجوا جامع الازهر ويقعدوا هنا ويشتغلوا ويعلموا، لان الطلاب والطالبات دول امانه في رقبتهم. كان زمان الطلاب بقت البنات دلوقتي، وانا اقدر اقول انا عندي في بنات ممكن اذا جاه المستقبل خد لاراهم ممكن يقدروا يعملوا تحليلات، بس بصراحه برضه
مش الامل فيهم زي الامل في الولاد، لان الولاد يقدروا يشتغل. البنات عندهم مشاكلهم كتير، مشاكل اسريه وولاده وعياله كتير، بس فين الولاد؟ ايوه انا ما سالتش سؤالي يا مولانا. هم قالوا ان المعدوم الممكن ذوات وحقائق واعيان، وقالوا انها ليست بجعل جاعل. يبقى خد بالك بقى، ذوات يعني افراد. نعم في العدد. كلمه ذوات اعرفها برضه. طب ما هي الجواهر فرد ذوات واعراضها يا حركه يا سكون، ما هي اعراض حركه وسكون. بس في خد بالك برضه، هتبقى بالنسبه لك امر ذهني مش وجود خارجي، هيبقى وجود خارجي لما تلبس اعراضها بقى وتلبس جسميتها بقى او صورتها زي ما بتقول. قريب مولانا هم قالوا ان المعدوم الممكن ذوات في الخارج، ذوات وعيان وحقائق في الخارج ليس في الذهن برضه. ولو قالوا انها ليست بجعل جاعل يبقى يلزمهم كده. ايوه ادي النقطه تابعه، يلزمه كله الزامات. طيب ما يلزمه. وبعدين في نفس الورق انا اجيب لي نصوصهم، انا بجيب نصوص محكيه عنهم، وبرضو انا ولذلك انا عندي نصوص حتى الاشعريه عنهم. اخص وصف لله تعالى عند المعتزله القدم، والعالم وجد بعد عدمه. ما عندكش النصوص القديمه، كل ده اتلغى، كل ده حرق، كل ده عدوا عليه المغول والتتار وضاع. فين تراث ابو الوزير عذاب؟ فين تراث معمر بن عباد السلمي؟ فين تراث؟ ما فيش، كله ضاع. احنا بناخد اقوال ونتك من هنا وهناك. انا مش عايز، انا عايز حاجه ثانيه، عايز ارجع، ما تسويش تاريخي، ما تشرحش ابائي واجدادي، دول هم اللي عملوا حضاره اسلاميه اشعت في كل مكان. احنا عاملين نسود وجوه بعد ليه؟ نعم صحيح. وتجيب لي مذاهب كلها خرق ممزقه، يجي مذهب الوهابيه ويقعد ابن تيميه يجي ويقول لي، انا بقول ابن تيميه ملفق وليس موفق، ملفق من شتى المذاهب المختلفه، وهم دول اللي عايزين يبقى هذا الوجه الاسلامي. انا عايز ارجع الازهر هنا تاني، اقول الازهر هنا المدرسه المنفتحه على كل الثقافات الاسلاميه، ولا اكفر اي انسان. إذا كنت أنا الآن ما بكفرش نصراني، ما بكفرش يهودي، يا خبر، وعمالين إحنا نكفر بعض ليه؟ نزود وجه بعض ليه؟ النصارى دلوقتي والمسيحيين حبايبنا وقرايبنا وطنية، خلاص مش مشكلة، ما تجيش أنت بقى تزود لي كمان وجه تاريخ آبائي وأجدادي. إذا كنتم تتباهوا يا مصريين وتقول هؤلاء آباؤنا وأجدادنا وأبي وآبائك هؤلاء الفراعنه، طب انا معايا تاريخ حي، تاريخ اسلام بتاعي. انت بتاخد المذاهب من ناس اتفقين كذابين، بتاخد من ناس عايزه سلطه، من ناس عايزه انتصار مذهب عشان يحتموا بيه. الوهابيين اللي قاعدين وظهروا انهم كلهم منافقين، كان ايوه هؤلاء هم صحابه رسول الله مره اخرى، مجاهدون، الان ارهابيين. ما دام الحاكم قال كذا يمشي وراه، تعزف موسيقى حسب الله، اضرب اضرب العزف. كانوا الاول ايوه المذهب كده، دلوقتي على لسانهم مذهب التوفيق. ايوه اذا كنا بنوفق بين مسلمين ويهود ونصارى، اليس اكثر فيكم منهم توفقوا بين بعضكم؟ انما احنا عمالين اكفر ده. انا طردت من المدينه المنوره عشان ما خدوش مني حكم انا الشيعه الاثنى عشريه كفار، طلقت. انت بتكفرني انا اشعري كافر، معتزلي كافر، انت مين انت بقى؟ انت مين انت عشان تحكم عليا واقدموا صوره من أسوأ ما يكون في العالم الاسلامي؟ وانا اعلم وهحكي لكم، كان الازهر هو مناره العلم في شتى بقاع الارض. حينما يلبس العمامة هذا هو الشيخ الأزلي الذي تتلقى منه الكلمات حقيقية دون تزييف. أنا سمعتها بودني، أنت مصري، أنت يهودي بتاع كامب ديفيد، لما لبست العمامة والكابولة، لا ده أنت شيخ، الكل بقى يبوس إيدي، ادعينا يا شيخنا خيبكم. طب ما أنت امبارح كنت بتحكم عليا، قال لا أنت أزهري، ده أنت حاجة تانية. أنا أرجو بلاش تسويد التاني، نقرأ بالراحة
ونحلل هو بيقول ايه ومن مصادرهم الاصليه، وناخد الكلام الالزامات على حذر. انا مش معتزل ولا فيلسوف، انا استاذ جامعه، انا حقيقه بلا شك يخدم على فكري الاشعارية، المذهب الاشعاري. والمذهب الاشعاري اقدر اجيب لك واخد من المعتزله ايه واخد من الفلاسفه ايه وتعاضد مع في كتير قوي، لكن مش معنى كده ان انا عايز استاذ الجامعه استاذ مستقل في فكره، ونطلع جيل يطلع جيل مستنير، جيل يقدر يفهم كل حاجه، مش جيل بوقه يردد كلام قال فلان قال علان. هذا ليس منهجا علميا، هذا منهج غوغائي، منهج غوغائي. وأرجو من منارة الأزهر هنا، ده أنا العبد الفقير الحقير كمان، مين أنا جنب محمد عبده؟ ده أنا والله سعيد جدا إن أنا أجلس هنا، إن في عظماء جلسوا هذا المكان أحسن مني ألف مرة، ونفسي يطلع بقى يتجدد مرة تانية. وأرجو إن الشيخ الطيب وهو من قسم العقيدة والفلسفة وكما قال هو أزهري حتى النخاع، يحيى جامع الأزهر. والاثنين عندنا دلوقتي من قسم العقيدة اثنين، شيخ الأزهر ووزير الأوقاف. وزير الأوقاف يملك هذه الأمور، يملك قرارات هنا جامع الأزهر تبعه هو، يجي ويشوف الناس بتشتغل ازاي ويشوف ويشجع هؤلاء الطلاب. انتم عايزين ايه؟ انتم عايزين ايه وعايزين علم ازاي؟ يجوا. اما ان احنا نعمل، ما انا اصل اذا كنت هشتغل على الجامعه بس جامعه شكليات دلوقتي ونقعد الدراسه، انا اشتغلت من اول ديسمبر في الدراسات العليا ولغيت اجازه منتصف العام وبشتغل يومين على الاقل غير يوم الخميس هنا، ما بداتش الدراسه في اغلب الكليات الا بعد اجازه منتصف العام، يعني اسبوعين فقط شكلا، وبعد شهر ولا حاجه ينفض المولد ونعمل امتحانات. ايوه واشتغلنا. لا، هذا مش اسلوب تعليمي جيد، ده اسلوب معذره اعلامي اكتر منه تعليمي. الناس بقى عايزه ويقول لك اه احنا عملنا واحنا تمام يا فندي، تمام ولا تمام ولا احنا. انا غيور على الاصل، وانا يعني نفسي اجيلكم بقى الفترات الجايه دي اخلع هذا اللباس والبس العمامه والكابوله احسن تاني، هي اللي بتخليني تديني الحمايه والناس تقابلني في الشارع. ايوه يا شيخنا احنا عايزين منك يا شيخ. ايوه. طب يا مولانا، هو يقول في المواقف قالوا المعلومات الممكنه قبل وجودها ذوات وعيان وحقائق، ولا برضو لها قيمه ذوات، برضو كلها في الامكان، في الامكان وليس بالفعل. وقالوا ايضا انها في حال العدم متصفه برضو، عشان كل ده تعرف ليه؟ عشان يبقى العلم الالهي هل يعرفها على وجه كلي كما يقول الفلاسفه، ولا يعرف كل شخص شخصا بذات ملاك وذات علان. هذا رد على الفلاسفة القائلين بأن الله لا يعلم الجزئيات. أيوة لها ذوات ولها أعيان في العدم. واقرأ شيئية المعدوم، واقرأ الأعيان الثابتة عند ابن عربي، روح للفتوحات المكية وشوف الأعيان ثابتة، أعيان مش كليات، هذه الأعيان ثابتة بس موجودة، والله العظيم قال الثابتة ثابتة. أصدقك. مش كده، عشان العلم الإلهي يعرف إن أنت اسمك إيه؟ حسام. ها؟ حسام. حسام؟ حسام. حسام، يعرف حسام بعين قبل أن يولد. حتى يعمل مع العلم الإلهي، كيف إذا العلم الإلهي يعرف الكليات أي إنسان، ويعرف حسام وعبد العزيز وخالد، وهي موجودة في الأزل؟ أقول لك لا، ثابتة. والا لو موجوده في الازل يبقى احنا منذ الازل قديمين. طيب. لكن ثابته وليست منفيه، بلا غير مستحيله. طيب. ممكنه. ما خلي اصل ده عايز وقت كتير بقى تاني بقى، وانا انا هشتغل معاك في مثل هذه الامور وقت كتير قوي يعني، وانا معاك صدقني حتى ايام الامتحانات انا لن امتنع عنك. وده
بس سيبنا نعمل اعدادات في. انا عايز ادرس ده لانه هيمتحن فيه. عندي طلبات طالبات امانه في رقبتي، وان كان يجي طلاب كمان هيمتحنوا دراسات العليا. انا معاك في الصيف وهنقرا كتير، مش كده في الصيف بس. هقول لك في بعض الابناء الاعزاء هنا ممكن اقلب البيت عندي ونعمله درس كبير قوي، ونقعد وافتح لكم شقه كامله ان شاء الله 100 كمان. وربنا يكرمكم. انا عايز يوجد بس نفهم بالراحه شويه، ما تاخدش النصوص يعني ايه منفصله بعضها عن بعض. اعرف المذهب كمان وما تجريش وراء الالزامات. يا مولانا أبدا. مش الزامات يا مولانا، هم يقولون الذوات متصفه بصفات وليست بجعل جاعل، يعني ازليه، يبقى يلزمهم كده. يعني انت تفسيرك بقى هذا تفسيرك يعني ازليه؟ لا، هم معنى لا يمكن ابدا ابدا. موجود ما قالش موجوده، ثابته ثابته في العدم حد. وهتلزم نفس الكلام ده برضه للشيخ الاكبر ابن عربي، الاعيان الثابته. ما معنى ليست بجعل جاعل؟ بس هسألك سؤال انت بس كمان كده، ايه رأيك في ابن تيمية لما يتكلم يقول لك ايه؟ كلام الله سبحانه وتعالى، والله ما يزال متكلما، كلامه قديم بالجنس حادث افرادي. ايه رأيك في كلام ابن تيمية؟ ابن تيمية بيقول بقدم العالم؟ لا، يقول بقدم العالم، قدم النوع، يقول قدم النوع، يقول تصريحا خلاص موجودة، خلاص ما هي قديمة تبقى موجودة، يقول بخدم العالم؟ نعم. أي هقول لك بقى، طب إزاي تبقى حادثة؟ أليس هذا تناقض؟ حادث الأفراد، حادثة في الأفراد، ما إذا كان النوع قديما فالأفراد قديمة، لأن كل فرد النوع. نعم. إذا كان الجنس قديم، النوع قديم، يبقى الفرد قديمة. يثبت النوع. ما نتكلم منطق بقى، ما أنا بقول لك إذا كان النوع قديما أو الجنس قديما، ألا تكون الأفراد قديمة؟ قديمة، هو بيقول لك حادث الأفراد. ليس باللازم يا مولانا، يعني يكون أنا بس خليك دلوقتي، حادث الأفراد. حادث ولا أدالك العبارة بتاعتي؟ ما معنى حادث؟ ولا واحد منكم بيشرح ابن تيمية، ولا واحد إلا قلة. أقول لك بقى، وده أنا عملتها برضه في اللجنة العلمية واتخانقت فيها. أبداً ده ابن تيمية ملفق من شتى المذاهب. ليه؟ لأن ما يزال متكلما، أي قدرته على الإمكان. هتجيب لي مذهب أهل السنة الصروحي القديم، خد بالك بقى، ما هو لجأوا إلى تعالق الصفات عشان كده. وتبقى التنجيز الحادث، حادث الأفراد عند أهل السنة حلوها كده، لكن عند ابن تيمية قديم بالنوع، أي ما يزال متكلما حادث، هذا هو الحدوث الذاتي. اعرف المصطلح بقى، الحدوث الذاتي عند الفلاسفه، وليس الحدوث اي وجود بعد عدم. حدد المصطلح وبالتالي نتناقش. صحيح. ابن تيميه بهذه الصوره جب. طب الكراميه عند ابن تيميه ان الله تعالى ما يزال متكلما، فكلامه قديم بالنوع حادث الافراد، فليس له بدء وله نهاية. تبسيط الكرامية بنصنا له هو كلام الله تعالى عند الكرامية ما يزال الله تعالى متكلما، أي قدرته على الكلام، لكن الكلام يحدث في ذاته تعالى حادث، لأنه ملتزم بحدوث العالم، أي وجود بعد عدمه، فلها بدء وليس لها نهاية. اقروا المذاهب مظبوط بقى، بلاش تنقل بقى عن الكراميه من هنا والكراميه من هناك ودينا. اقرا المذهب الكراميه من حتى من دول بدون الزامات، خد النصوص بتاعتها. احنا عمالين نجمع كده بس اي كلام. نكمل بقى لحسن الوقت. انا فتح الله عليك يا مولانا، بارك الله فيك. وقد تؤخذ لا بشرط شيء من مقارنة العوارض والتجرد عنها، وهي أعم من المخلوقة، والمجردة لصدقها وهي أعم من المخلوقة والمجردة لصدقها عليهما ضرورة صدق المطلق على المقيد. طبعا
مدام المطلق هيوثق على المقيد، الحيوان هيوثق على انسان، مش كده؟ نعم. ازهريين حتى نبقى. توجد الماهية لا بشرط في الخارج لكونها نفسها في نفس المخلوطة في الخارج. وهيبقى ده الكل، الكل الطبيعي بقى. نعم. لا جزء منها فيه لعدم التمايز بينهما فيه، إذ ليس الموجود من الإنسان إلا زيدا وعمرا وغيرهما من الأفراد، وليس في الخارج إنسان مطلق وآخر مركب منه ومن الخصوصية التي هي التشخص، وإلا لما صدق عليه المطلق لامتناع صدق الجزء الخارجي المغاير بحسب الوجود للكل عليه، وإنما ذاك التمايز بين المطلق والمقيد في العقل دون الخارج. بس بقى التمايز بقى بين المطلق والمقيد مش في الخارج، هذا فيزيك يتصور وليس وجودا. سيدنا عليه السلام سؤال، المتكلمون يقولون إن الله سبحانه وتعالى خلق العالم من لا شيء. ممكن بقى العبارة هي لا من شيء. بص عند المعتزلة ممكن برضو من شيء، يعني من شيء غير معين اللي هو ممكن، ممكن عند المعتزلة، لكن عند أهل السنة يعني من لا شيء أو لا من شيء. لا من شيء. تمشي العبارتين عند أهل السنة، بس العبارة من لا شيء عند أهل السنة مش حاسمة أوي، إنما الحاسمة أكثر لا من شيء. طب على عدم يعني. طب كويس. طب تسمحوا لي أجيب يعني أنت بتقول بحث اسمه إيه لدماغي يعني؟ مسالك المتكلمين، أنا أجيبه ونصوره وخدوه وياريت نعمل مناقشات حواليك. لا لا، في سؤال بسيط يا أستاذنا، اللي هو حضرتك القدرة الإلهية عندما تسلطت على عدم، يعني هي العالم لا من شيء. فالقدرة الإلهية عندما تتسلط على إيجاد العالم، إيجاد العالم هل ستتسلط على معدوم أو معدوم؟ فكيف توجدون؟ فيعني يجب أن نحن نستعين الآن بمذهب المعتزلة إن في شيئية موجودة حتى تتسلط القدرة على شيء. كنت بالك برضو ما يعني الشيئية المعدومة اللي كان بيتكلم عنها برضو، هذه الجواهر لها شيئية ولها ثبوت، مش وجود زي ما وذوات وكذا. ذوات ليه؟ لأن جواهر أجزاء متفرقة، ما هيش خد بالك كليات ذوات محمد وبكر وخالد، وإن كانت كلها جواهر. الله عز وجل يخلق الأجسام من هذه الجواهر التي لها ذوات، خد بالك، في نفس اللحظة في العدم. أنت اللي بتلزمه بقى ما دام الجسم مأخوذ من هذه الجواهر يبقى الجواهر متقدمة عليه، تبقى ذلك ده إلزام. لا اقرا. طب انت عندك دلالة الحقيقيين، انت مين يعني كلية ايه؟ دار علوم يا مولانا. اهلا بيك. عايزك عندك دلالة الحقيقيين المميزون؟ اقرا بقى، جيب دلالة الحقيقيين وهيقول لك فيها المذهب الاخير عند المتكلمين، الله يخلق الجواهر ويخلق اجتماعها في نفس اللحظة. هذا بمعنى الوجود يا مولانا، احنا نتكلم عن الثبوت قبل الخلق. الثبوت الاول برضو كل ده عشان يبقى في العلم الالهي يعرف ذلك ولها ثبوت، وليس محمد بعينه ولا حسام بعينه موجود في الازل ابدا. زي حولها لك بقى قريب منك بقى، اسمع، كان الله ولا شيء معه ثم خلق العالم، واول ما خلق خلق القلم وقال له اكتب، قال يا ربي ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء الى ان تقوم الساعه. فهناك كتابه بذات كل شيء، كتابه مش حقيقه، محمد بعينه ده حسام بعينه مكتوب في الازل، مكتوب مسطور وله صوره في اللوح المحفوظ، مش الوجود الخارجي صورته. هذا المكتوب وهذا الامر المعين موجود في اللوح المحفوظ، وكلاهما ايضا مخلوق. المساله مخلوق برضه، ايوه، ولكن محل النزاع قبل القلم وقبل الوجود الخارجي، هذا الثابت كان في العلم الالهي. يبقى المساله خلاف لفظ، خلاص بس انتهينا. في العلم الالهي
والله يعلم الأشياء ويعلم ذواتها، مش يعلمها كليات. ما دام المسألة ثابتة في العلم يبقى المسألة مسألة خلاف لفظي وتعبير المعتزلة، يبقى تعبير المعتزلة في جعل إن المعدوم شيء هذا مصطلح غلط ومخالف غلط. بس عندك فبص، أليس له ثبوت في اللوح المحفوظ قبل أن يوجد؟ هذا بلاش حسب العلم، لا أليس له ثبوت في اللوح المحفوظ حتى عند أهل السنة؟ هذا أيضا مخلوق. نتكلم قبل اللوح خلاص، والمعتزلة برضه نحن نتكلم عن قبل اللوح. قبل اللوح يا مولانا، بس أنت لو سمحت، المتفق عليه باعتراف الأشاعرة أخص وصف لله تعالى القدر. نحن نسلم بهذا. حاكمونا وخذوا مذهب الجوهر البر عشان يردوا على من قال بقدم العالم. المسألة مش في الهيولة والصورة. البحث مش لما قالت المعتزلة هذا أو لما قالت الأشعار هذا. البحث في ما قبل الخلق. هذا المعدوم الذي اصطلحت له ثبوت وليس له وجود. هذا الثبوت ثابت في علم الله ولا ثابت؟ ثابت في علم الله، لا في لوح المحفوظ عندي أنا كأهل السنة. ما في لوح المحفوظ أيضا مخلوق. نحن نتكلم عن ما قبل لا أبدا. في برضو الكلام بتاعك ده، أنا هقول لك حاجة ممكن عجبني فيها، يعني إلزم المعتزلة بالعلم الإلهي، حلق العلم الإلهي لحى المعتزلة خلاهم بقى. طب أنت الحاجات دي هتبقى، يقول لك أنا ما قلتش أنها موجودة لأن شرط القديم الوجود. أنا مش لا ألزمهم بقدم العالم. نعم. وهقول نعم، أنتم لا تقولون بقدم العالم. مش بيقول أيضا. إن مذهبكم بأن المعدوم شيء هذا خطأ أو غلط عندنا. طب تسمح لي بقى في حاجة. تفضل. أنا هجيب لك حاجة قريبة منها. نظرية الأحوال عند المعتزلة، وهنقراها هنا وقريناها كمان. أو في القدم الحدود، يلزم المعتزل القول بالقدم العالم حين قالوا بأن الأحوال أزلية. المعتزلة هيردوا عليهم قالوا أيوة أزلية وليست قديمة، لأن الأزلية ما لا أول له. اللي احنا مختلفين فيه هل لها وجود حقيقي؟ الله موجود وأزلي، قديم وأزلي، لكن تتكلم عن الموجودية الحيية العالمية القادرية أو جبتها حرف خامسة إليه، هذه ثابتة وأجلية وليست قديمة. هذا أصلا في غير محل النزاع. إحنا نتكلم عن الأمور المخلوقة، أما المسألة العالمية والعلم وهذه الأشياء لا يسلم أحد بأنها أصلا حادثة، عشان نجي ندخلها في مسألة المعدوم. أنا على كل حال أديك صورة، هذا من مفاهيم وأحاول، وأنا يعني أحترم وجهة نظرك، لكن أنا بنتقد إن إحنا ننقل ونشتم في المعتزلة دون أن نعطيهم حقهم. نحن نفر من جانب ونقع في جانب آخر. نحن إذا أردنا نحن أن ندفع عن الأستاذ المعتزلة رحمه الله تعالى بعض ما نسب إليهم، ونحاول الآن أيضا نقع فيما نحاول أن إحنا نفهم. هو في معتزلة الوقت؟ أنا لا أتكلم عن المعتزلة في ذلك. هو في حاجة معتزلة الوقت؟ ولا حاجة. لا حاجات أنت آراء بتستفيد منها تأخذ بها وتتركها. ممكن. لا. أنا بس كل وجهة نظري، بلاش نسوي التاريخ. كمل بقى عشان الوقت أحسن. إيه؟ البنت هتيجي ثلاثة. لا طبعا يعني سعيد بالمره، انتم على فكره مناقشتكم يعني بتسعدني ايام سعاده والله العظيم. انتم الجانب الابيض في حياتي. ربنا يعفو عنك، ربنا يعلي قدرك. والله ما تعلموا، انا في الاسبوع الماضي كنت بموت لاني لقيت الكليه انقلبت الى مؤامرات ومؤامرات. بدل ما يشتغلوا العلم مؤامرات ومؤامرات. بيذكرني في كتاب Essential English Book 4 كنت بدرسه في كامبريدج انستيتيوت في معهد عند الاوبرا زمان كده، من سنه 54 او 55 درسنا. بيقولها ايه؟ نوفمبر ذا 5th of November Gunpowder Treason and Plot or Why I Have No Reason. أنا حافظ البيت الأبيات دي والقصيدة والأغنية دي، أسمع والله حافظ ده من سنة كام؟
من 54 أو 55 لده نوفمبر نوفمبر شهر نوفمبر ده ذا 5th of November 5 من نوفمبر gunpowder treason متفجرات and treason مؤامرات for why I have no reason ليه أنا مش عارف كان في مؤامرة جمع لصوص حفروا تنل نفق إلى البرلمان عشان يحطوا فيه متفجرات ويفجروه واحد اسمه جاي فوكس أي واحد إنجليزي درس التاريخ القديم ده يحفظها وجات بنت إنجليزية مرة وجابوها وجات عندنا حضرت معايا منطق قلت لها كده قالت أنا حافظ الكلام ده كله أنا مش عارف إحنا تحولنا بدل ما نشغل علم اشتغلنا مؤامرات يا وعايش فيها من يوم السبت اللي فات أرقام بدل ما يخلوني ضيعوا مني بحثي وضيعوا مني حاجتي ألاقي مؤامرات هنا ومؤامرات هناك على إيه؟ عشان ده عايز ياخد رسالة إيه وده ما ياخدش رسالة إيه؟ دوروا على إيه؟ طب ما تقول لي أنت بتشتغل إيه؟ ما تجمع طلبتك حواليك ما تعملوا أشعة ضياء تنقلب الكلية كلها إلى خلية نحل نحل يبقى ده عمل يدرس ده عمل يدرس لا ده السيمينار ما بيعرفوش انت اواه بيسموه سيمينار سيمينار انا مش عايز اقول حاجة لحسن اتهم اتهام كبير انا رحت دار العلوم لقيتهم بيشتغلوا شغل جدي انا هنا زعلان قوي مننا زعلان من نفسه منه في دار العلوم بيلتفوا حوالين يعني فضيلة الشيخ يعني الشيخ حسن ده أنا بعتبره النموذج والقدوة في عصر هذا الحاضر وكلهم هناك ملتفين حوالي بينما عندي أنا في مؤامرات ومؤامرات مؤامرات ومؤامرة بينما بجدهم هناك ويرحبون جدا بينا إحنا كأزلية ويحبونا وشغل كده طلباتهم نفسهم كبير بزاف ايوه وإنما ذاك التمايز بين المطلق والمقيد في العقل دون الخارج ثم إذا اعتبرت المأخوذة لا بشرط شيء معروضة للكل في المنطق قل بالك لا بشرط شيء هتجيب بقى معروضة للكل المنطقي فهو أي المعتبرة كذلك والتذكير باعتبار الخبري وهو الكلي الطبيعي بس بقى اما تيجي بقى لا بشرط شيء لما هتجيبها انت ومتعلقه بالمخلوطه هيبقى ده الكليه الطبيعيه موجود بوجود ايه المخلوطه لان هي الهويات ما هو اذا وجد اذا كان زيد فهو الانسان وهو الحيوان هيوجد بقى هيوجد النوع والجنس وجنس الجنس وهل مجرد نعم فهو اي المعتبر كذلك والتذكير باعتبار الخبر وهو الكلي الطبيعي وإنما يوجد منه المعروض يعني الماهية المعروضة للكلي دون الكلي العارضي دي واحدة المنظمة معلش أنا تعرف يعني قعدت في السعودية يا خبر كتب أمصبتي مصيبة كبرى لو أنا جيت وأنا بشرح كده ومسكت الكاس كده بإيدي إيدي الشمال عيب يا شيخنا ما صحش إيدك الشمال ويقطع المحاضرة وما يهموش هو مهتم بيه طب أنت فين المحاضرة فهم انت من العلم العملية الشكلية بحتة بس كده مرة بتاع الجزائر بس كانت ليا جرأة انا ما اكلمك قلت له عايز ايه مالك كده الاول بيسألوني عن السلفية قلت له بصوا بقى بالمفهوم الحاصل دلوقتي انا خلعت سناني ما بعرفش انطق حرف السين وبنطقها تاء التلفية اتلفوا الفكرة فعلا وشوهوا وجهنا امام العالم الخارجي كل اختصروا الإسلام في لحية وجلباب قصير يبين وراكه وشعر راسه مش عايز أقول ألفاظ تانية بقى عيب يعني هو ده الإسلام كده وتيجوا ومسكوا البنات بتاعتنا في المنقبات مسكوها أنا نفت البنات بتاعتنا تطلع وتأدي وظيفتها الاجتماعية كبنات متعلمة مثقفة الوجه ليس بعوض لكن أم نعمل إيه؟
باسم السلفيه وباسم الكذا اتلفوا الفكر عندنا وخلونا اصول الدين بقت وهابيه. كليه الدعوه وهابيه في قسم العقيده، قسم التفسير، قسم الحديث. ليه؟ ليه المسخ ده؟ ولذلك انا اهيب ان نرجع تاني واحنا بايدينا حاجه نطلب دلوقتي. بايدينا في اللجنه العلميه نعلمهم بقى غصب عنهم. ويا ريت الدكتور احمد طيب يجي يقول كان في مشروع بيقدمه دكتور عبد الفتاح الشيخ، لا يحصل واحد على ماجستير او دكتوراه الا اذا كان يدخل على الاقل لغه اجنبيه كالتلف مثلا. كررها تاني، ما ينفعش الا اذا حفظ القران وجيبه يمتحن في اصول الدين مظبوط. ما ينفعش اذا كان ما بيعرفش ينطق عربي. نقي بقى، مش حكايه ان انت عمال تطلع اعداد هائله وتتفاخر انا طلعت 100,000 و200,000 كله ما فيهمش فايده كغثاء السيل. طلع بقى عشان يبقى لك قاده للفكر ويطلع ناس محترمه تشتغل. يلا يا سيدنا. وانما يوجد منه المعروض يعني الماهيه المعروضه للكلي دون الكلي العارض. الكلي العارض ده مش هيوجد، هو ليوجد ايه؟ العارض للكليه، العارض هو ايه؟ مفهوم الكليه. ذهني. مش كده؟ نعم. دون الكليه العارض لها المنافي للتشخص اللازم للوجود الخارجي. نعم. فان قيل كان ينبغي ان لا يوجد المعروض ايضا لان الكليه العارضه له ينافي ذلك، قلنا انما يوجد مجردا عن العوارض المانعه من الكليه والجنسيه والنوعيه ونحوها، فانها عوارض ذهنيه مانعه من الوجود. فما اشتهر من ان الكليه الطبيعيه موجود في الخارج معناه ان ما صدق هو عليه وهو الماخوذ لا بشرط شيء موجود فيه، ووجوده فيه انما هو عند يعني الشخص. هل الماهيه لا بشرط شيء موجوده منفصله عن الهويات المشخصه؟ اقول لك لا، تبقى في ذهني. هي موجوده بوجود ايه؟ الهويات اي الافراد المشخصه. هذا وجود الكليه الطبيعيه. يبقى انا اقول ايه؟ الانسان موجود فين؟ بزيت. طب الحيوان برضه بزيت، لانه الحيوان لازم يبقى انسان وفي زيت. ما تجيبليش بقى خلي الفرس تنطبق عليه حاجه ثانيه. طب الجسم النامي او جنس موجود بوجود زيد برضه. طب الجسم المطلق موجود بوجود زيد برضه. الجوهر موجود بوجود زيد برضه. نعم. انما هو عند عروض واحنا الشخص. واحنا عندي مش في نوع طبيعي؟ نعم. وفي جنس طبيعي؟ نعم. برضه كذلك اطلع جنس اعلى منه اقدر اقول الانسان نوع طبيعي. طب الحيوان جنس طبيعي مش كده؟ نعم. طب الجسم النام جسم اعلى منه طبيعي، هو الجوهر جوهر طبيعي مش كده؟ جنس طبيعي. نعم. انما هو عند عروض التشخص، فالموجود حقيقة هي المخلوق. الموجود حقيقة اللي هو بيتكلم عنه الشيخ الأشعري، وجود نفس الماهية بحيث يمكن أن تراه، يبقى هي المخلوق مش كده؟ اتفضل. مولانا. نعم. الفرد يترقب من الانسانيه والتشخص، المخلوطه هي المجموع ولا الانسانيه فقط؟ لا الاثنين. المجموع يسمى مخلوطة. الانسانيه فقط تبقى مجرده، يبقى في ذهن. لكن الانسانيه الممتزجه بعوارضها وتبقى مشخصه اهي دي الهويات محمد بكر. هو ده اللي بقوله بخير. طب الانسانيه فقط مجرده يبقى في ذهن. الانسانيه الممتزجه مخلوطه ولا الانسانيه بشرط التشخص؟ لا بشرط التشخص. ما كتبنا ما هي المخلوطه. الانسانيه فقط هي المخلوطه. لما تكون بشرط التشخص. بشرط التشخص ما هي كلمه بشرط يعني شرط التشخص. ما بشرط العوارض يبقى والعوارض دي تشخصها. يعني مش هي مع العوارض مخلوطه. طب مع العوارض او بشرط هي كلها عباره واحده. ما اصلها لوحديها الانسانيه من حيث هي انسانيه هتبقى مجرده. طب اذا انت عملتها مع العوارض بتاعتها هيبقى المخلوطه مركبه. هيبقى المخلوطه مركبه من
المجردة والتشخص. مع العوارض، بلاش العوارض، بلاش التشخص، المجردة مع العوارض هينتج التشخص. نعم. المجردة مع العوارض ينتج ايه؟ التشخص، وهو ده اللي موجود في الخيال، ده المتفق عليه. طيب، الماهية المنطقية؟ لا. محل نزاع. طب الكلية المنطقية محل نزاع، الكلية العقلية محل نزاع، عالم النسب. لكن عند أرسطو وعند أفلاطون الإنسانية مخلوطة بعوارضها، لا متفق عليه إن ده موجود في الخيال، ما بيذكروش. بس أفلاطون وأرسطو بقى الاختلاف إيه؟ إن أفلاطون يقول لك هذا عالم أشباح، العالم الحقيقي عالم النسب، لكن عند أرسطو لا، هذا ذريع الحقيقي. الثانية يقول لك زين، ما هي عايزة بقى دراسة فلسفية، كتب فلسفة وتوضح أكتر من كده. ده هنا بيدرس المنهج العام كده. أيوة سيدي. إنما هو عند عروض التشخص فالموجود حقيقة هي المخلوطة، وهي الأفراد وتأنيث الضمير، إما باعتبار الخبر أو لكون المرجع عند عبارة ما هي؟ تأنيث الضمير ماهية، مش كده؟ نعم. إما باعتبار الخبر، إما باعتبار الخبر هو الماهية، هو أو لكون المرجع عبارة عن الماهية. وأما المأخوذة من معارض الكلية فلا توجد كالمجموع المركب منهما، أعني الكلية العقلي، ثم ما ذكر من معنى الماهية بشرط لا شيء هو المشهور. ماهية، وهو ده كل الطبيعة، والماهية بشرط لا شيء يبقى موجود بإيه؟ في الهويات. هو المشهور. وقد يقال والقائل ابن سينا، ويبقى هي ما هي لا شرط شيء، هي بشرط الشيء، هي المجردة، معلش انا اسف، المشهور بقى بشرط لا شيء تبقى المجردة. نعم. وقد يقال والقائل ابن سينا الماهية بشرط لا شيء، بشرط لا شيء عند ابن سينا، بشرط لا شيء بمعنى انه يزيد عليها كل ما يقارنها، أي يعتبر يقارنها، أي يحمل عليها، يقارنها يعني إيه؟ يحمل عليها، أي يعتبر، أي يعتبر الأمور المنظمة المنضمة إليها زائدة عليها، فتكون بهذا المعنى منضمة إليها، يعني محمولة عليها. نعم. فتكون بهذا المعنى مادة وجزء للشخص. يبقى ما هي زي ما بيقول ابن سينا بشرط لا شيء، هي تديني الأولى بتاع الأرسطو، تبقى المادة الأولى بقى لهذا الجسم المعين، لأن تعريف الجسم عند أرسطو إيه؟ هو المركب من الهيولة والصورة. أنا لما أجيب لكم كتاب البحث اللي أنا بكلمكم عنه عن مسالك المتكلمين، أنا وبرضه في نظرية الجوهر برضه، أنا عندي لفظ مؤلف ولفظ مركب. عند المتكلمين المتقدمين يقولون إن الجسم، عند أبو رزو العلام، الجسم هو المؤلف من الأجزاء التي لا تتجزأ من الجوهر. طب عند الفلاسفة الجسم هو المركب من الهيولة والصورة، فهنا الصورة هي اللي بتحقق الهيولة، لأن الهيولة بدون صورة أو ده مجرد الإمكان المحض، مادة غير معينة. ممكن على سبيل المثال المادة غير المعينة، خلينا في عالم العناصر، ممكن تبقى نار أخف العناصر، تسقل تبقى هواء، تسقل تبقى ماء، تسقل تبقى تراب، تبقى تديني جبل، تديني أشجار، تديني حيوان فرس جمل غزال، تديني إنسان تحت محمد وبكر وخديجة وعائشة. يبقى أنا عندي ما هي زي ما بيقول ابن سينا بشرط لا شيء، بمعنى أنه يزيد عليها كل ما يقارنها، أي كل ما يحمل عليها، كل ما يقارنها أي يحمل عليها، وهي الأمور المنضمة إليها أي المحمولة عليها. زائدة عليها، لأنه ما خدوا هنا الوجود زائد على الماهية،
ده في الممكن مش كده زائدة عليها لأنها إيه كمل أن الشيئين فتكون بهذا المعنى مادة فتكون بهذا المعنى مادة وجزءا للشخصي حيجي الشخص منين لازم المادة بتاعته في صلب أبيه في نطفة من غير كده مش حقيقي وهو ده المادة دي هي الإمكان لاستعداد أو الإمكان لاستقبالي والمادة دي أنا كنت في صلب أبي وأبي كان في صلب أبي وهلم جرى لا إلى أول أهو ده الإمكان للإستعداد وأنا بقول لكم برضو الإمكان للإستعداد هنا أي معنى الإمكان الإمكان العام بالمعنى العام وليس بالمعنى الأخص لأن اللي خد بالمعنى الفيلسوف مش هياخد بالإمكان بالمعنى الأخص إلا في حاجات معينة في الجزئيات المحققة دي لكن في الأزلية الإمكان بالمعنى العام المتكلم لجأ إلى الإمكان بالمعنى الأخص ليه؟ عشان يقول بحدوثا للعالم بعد عدمه كان الله ولا شيء معه واللي أدى المتكلم إلى هذا إيه؟ النص الديني هو اللي ألجأه إلى هذا غصب عنه مش الدليل العقلي لجأ إلى هذا الحال بحسب النص الديني ومش النص الديني عند المسلمين فقط بل عند النصارى وعند اليهود كمان عندهم وجودهم بعد عدمهم يعني يا مولانا الحدوث دليل سمعي وليس عقلي يعني العقل يجوز قدم العالم فقط ولا شيء فيه ده مش يجوز عند الفلاسفه يقول فيضان علم ده مش يجوز ده يوجد يقول لك كان الله ولا شيء مش انت الله خالق انا هجيب كلام ابن رشد مش بتقول يا متكلم كان الله ولا شيء طب انت مش عندك الله خالق صفه كمال ولا نقص كمان طب قبل ان يخلق العالم كان معطلا خلق بالقوه لو ربنا واحد زي انا كانسان كان حاطط كده خده كده واسئله بقى مشكله عقليه مشكله عقليه صعبه ده العقل عندهم يوجب مش يجوز احنا ملزمين لأن العالم حادث موجود بعد عدم عشان عندنا النص الديني. النص الديني مخلينا عمالين نعمل محاولات ضخمة بقى نبرر. هما ما عندهمش. المعتزلة بقى اللي احنا عمالين نشنع عليهم ما قالوش بالقدرة القديمة حتى يتمحلوا بقى وتعلقات القدرة التنجيزية الحادثة والكلام ده لا. عند المعتزلة قادر بذاته عالم بذاته حي بذاته طب القدرة تتعلق بقى إذا كانت هناك إرادة فقالوا بالإرادة الحادثة عشان يبرروا وجود العالم بعد عدمه ويبقى القدرة تيجي تنفذ ما خصصته الإرادة والإرادة حادثة وحلوا المشكلة لكن انت يا أشعري بعد استفدت من المعتزلة يا أشعرة استفدت منهم وقلت ونخليها تعلقات الصفات بالتعلق القديم الصلوح القديم والتنجيزي الحادث وهنا يأتي محل سؤال لماذا تعلقت القدرة الآن قبل ذلك وده بيشير ابن رشد ما يصرش على مذهب المعتزلة لأنه هو أحدث الإرادة صفة فعل فعلا احدث احنا اثبتنا الاختيار ابدا هو اختار ان يحدث الاراده فتعلقت القدره بها واوجدت العالم الاراده حادثه وبالتالي حدثت ما تقوليش وقت قبل ذلك لان الوقت اذا كان جرم كانت حركه اذا كانت حركه كان زمان الجرم حادث الحركة حادث الزمان حادث قبل خلق العالم لا زمان ما تقولش وقت ذلك لكن أنا بقول لك خد الحاجات دي بتساعدنا كتير وممكن تفسر لنا كلام يعني متعدد كتير
وانا مش عايز نبقى بقى نعمله خصومه. انا مش خصم حد، انا استاذ جامعي، انا لست بوقا او تنزل علي عندي اوامر من وزير الاوقاف خطبه كذا تكون يوم كذا ابدا. ايوه الامام قوله، وحاجات بقى بتبقى خاصه بالدنيا وبالسياسه معلش، لكن انت استاذ جامعه ابقى خليك ادخل المعمل وانت مجرد وصلت. معلش كلمة الدكتورة مية بن منصور عشان استأذنك. والله هي معلش الجزء الأولاني. العربية تيجي الساعة كام يا مولانا؟ نعم لا ثلاثة وربع، كمل بقى يا ست. ثلاثة وربع. أيوه. فتكون بهذا المعنى مادة وجزءا للشخص، أي المجموعة المركبة من الماهية وما يقارنها، متقدمة عليه في الوجودين الخارجي والذهني ضرورة امتناع تحقق الكل بدون الجزء. فالمراد من التقدم هو التقدم بالطبع، ولا يصح حمله على الشخص لاندفاء شرط الحمل بدون تحقق الكل بدون الجزء، لا يمكن. ما الكل مجموعة الوحدات، مجموعة الأجزاء. إذا كان الكل كان الجزء، سؤال هنا منسقي بقى، أيهما أخص وأيهما أعم؟ الكل أعم. يا راجل الكل أخص. إذا كان الكل كان الجزء، إيه؟ إذا كان الكل أجي مجهول كان الجزء يبقى لازم. الكل أخص والجزء أعم. أه الكل أخص والجزء أعم. إذا كان الكل كان الجزء يبقى الكل إيه؟ مجهول. والجزء لا، إذا وجد الجسم وجد الجوهر، يعني الجسم كل والجوهر أحد أجزاء الكل. وإذا انتفى الجوهر انتفى الجسم. إذا انتفى الجوهر أيوه لازم الأعم انتفى الجسم، لكن إذا ثبت الجسم ثبت الإيه؟ الجوهر. وإذا انتفى الجوهر انتفى الجسم. انتفى الجسم. أوعى تقول إذا ثبت الجوهر ثبت الجسم، لا ممكن جوهر فرد. جوهر الفرد. نعم. قاعدة الثلاثة ثبوت الملزوم يؤدي إلى إيه؟ ثبوت اللازم. نفي اللازم يؤدي إلى نفي والعكس غير صحيح. نعم. لا يعني أنتم والله بتبشروني بخير، وساعدت بتزداد لما بيجي شيخنا، لأنه كان من الحرس القديم اللي احنا كنا مع بعض أيام أدب البحث والمنظر. ربنا يحفظك يا شيخ. ربنا ينفع بيك. وعلي قدرك في الدنيا والآخرة. أهلاً. أيوه. المراد من التقدم هو التقدم بالطبع، ولا يصح حمله على الشخص لاندفاء شرط الحمل، وهو الاتحاد بالوجود. مثلاً الحيوان إذا أخذناه بشرط أن لا يكون معه النطق كان جزءاً ومادة للمجموع المركب من الحيوان والناطق ولا يحمل عليه، وإذا أخذناه بشرط أن يكون معه الناطق كان نوعاً، وإذا أخذناه لا بشرط أن يكون معه شيء كان له جهتان، إذ يمكن أن يعتبر التغاير بينه وبين ما يقارنه وأن يعتبر اتحادهما. طبعاً المقارنة يعني الحمل عليه. نعم. وأن يعتبر اتحادهما، فالحيوان الأول جزء الإنسان متقدم عليه في الوجودين ولا يحمل عليه، والثاني نفس الإنسان، والثالث جنس له محمول عليه. يعني تروح أنت وذكروها احفظوها بقى لأنها تاخذ وقت كثير. كمل. ثم الماهية إما بسيطة إما بسيطة كالجوهر مثلا، مش كده؟ كواجب الوجود بسيطة عند البرسيب لا تركيب فيه. الماهية إما أن تكون بسيطة وإما أن تكون مركبة. نعم. ثم الماهية إما بسيطة لا جزء لها كالنقطة. طبعا أنا عندي النقطة، خليني أتكلم. إذا كان جسم وهو طويل عريض عميق، الجسم ينقسم إلى سطوح جمع سطح، السطح فيه طول وعرض ما فيهوش العمق، السطح ينقسم إلى خطوط جمع خط، الخط فيه طول فقط وليس فيه عرض، الخط ينقسم إلى نقاط جمع نقطة، النقطة لا تقبل الانقسام والنقطة بسيطة. إيه الفرق بين النقطة الهندسية عند الفلاسفة
والجوهر الفرد النقطة الهندسية موهومة والجوهر الفرد موجود. ولذلك خد بالك بقى الجسم موجود عند الفلاسفة والمتكلمين. طب السطح لا موهوم عند الفلاسفة لكن عند المتكلمين جواهر منضمة بعضها لبعض. طب الخط برضو عند الفلاسفة موهوم مش كده لكن عند المتكلمين جواهر موجودة جواهر زي الجسم ما جواهر السطح جواهر والنقطة عند الفلاسفة موهومة. طب الجوهر الفرد موجود بوجود الجسم. إذا الفرق بين الفيلسوف وبين المتكلم يتفقان في أن الجسم طويل عريض عميق موجود. طب السطح الخط النقطة هذه موهومة عند الفيلسوف أما عند المتكلمين فهي جواهر موجودة. المتكلم المسلم جواهر موجودة. نعم. وإما مركبة تقابلها كالجسم ولا خفاء في وجود الماهية المركبة ويلزم منه وجود البسيطة. خلاص المركبة ما هو ده لا شك في وجود ممكن كالمركبات مش ده الدليل بتاع صاحب التلويحات في شرح المواقف المسك الثالث في إثبات الصانع لا شك في وجود ممكن كالمركبات سواء كان التركيب ماديا أو معنويا. تركيب ماديا موجود في العلل الأربعة على المادية على الصورية على الفاعلية على الغائية ويوجد فيه الكرسي على المادية الخشب على الصورية الشكل بتاعه القدامي على الفاعلية النجار على الغائية الجلوس عليه يبقى مركب ولا مش مركب؟ طيب ممكن تركيب ذهني مش تركيب خارجي كالكرسي زي ما الإنسان حيوان ناطق مركب من الجنس والفصل القريبين يدينا حد جامع مش كده؟ وطبعا يبقى جامع مانع. الجمع جاي منين؟ من الجنس. المنع جاي منين؟ من الفصل مش كده؟ يبقى مركب معنوي. يما التركيب بقى لا شك في وجودي مركب سواء كان التركيب ماديا أم معنويا. طب هذا التركيب يقتضي إذا كان المركب موجود فالجزء موجود مش كده؟ إذا كان المركب موجود يبقى الجزء موجود محطوط يلزم أصل المركب ملزوم والجزء لازم ووجود المهزوم يؤدي إلى وجود اللازم. نعم ويلزم به معلش انا في حد من بتوع اصول الدين هنا دراسات عليا يا ريت الولاد دول انا حجزهم كمان يعني هو عموما يعني هم بيدرسوا المنطق عند دكتور ربيع كويس بس الامور العامه ما بيدرسوهاش وانا بلغني ان الدكتور يعني احنا اتفقنا على هذا حتى الدكتور عبدالقادر قال خلاص انا حدارس اشياء خاصه كده وانت دارس الامور العامه فيا ريت برضو الولاد دول بتوع اصول الدين يشوفهم برضو معانا. نعم. ولا خفاء في وجود الماهيه المركبه ويلزم منه وجود البسيطه. خلاص. ولا بد من انتهائها الى البسيطه لان الواحد مبدا المتعدي. المركب ينتهي الى البسيط في جسمي حينتهي الى الجوهر الفرد. طب عند ارسطو المركب كالجسم هينتهي الى البسيط اللي هي الهيمنه ما هيبقى مركب امتى اذا لبست الصوره والصوره بتمثل الاعراض عند المتكلمين مش كده صوره ارسطو تمثل اعراض عند المتكلمين ينتهي المركب الى البسيط وايضا امسك لي بقى البسيط عند الفلاسفه واجب الوجود هو الذي اوكب وجود كل شيء حتى ولو كان بصائر في أولها كالعقل الأول
فهو أيضا بصير مجرد في المادة، ثم صدر عنه العقل الثاني، ويبدأ بقى التركيب، يوجد عنه عقل ونفس وجرم، ويبدأ التركيبات بقى. طب التركيبات المادية من عالم العناصر، أخف العناصر النار، ثقل كان هواء، ثقل كان ماء، ثقل كان ترابا، مش كده؟ طب عند المتكلم كل العالم المركب ده، خليني متكلم معتزل شوية، وبعدين أجي متكلم أشعاري. متكلم معتزلي الله عز وجل بحسب ذاته خدوا على طول. وخد بالك إزاي الوجود والعلم والحياة موجود بذاته، قادر بذاته، عالم بذاته، برضو الذات، الشخص الواحد، مفيش قدماء، وإلا هيبقى في تركيب من هذا القديم وذاك القديم، مفيش قدماء. طب عند أهل السنة، لا، ده وضع مختلف. عند أهل السنة ما في الوجود، ما في الوجود، حوالي 10 مرات، ما في الوجود يشمل الواجب والممكن، ما في الوجود إلا مركب من ذات وصفة، عشان يقولوا صفات زائدة على ذات. ما في الوجود إلا مركب من ذات وصفة. أدي المذهب. أي عشان يقولوا صفات. لكن عند المعتزلة لا، ما فيش تركيب، لأنها من صفات الأفعال كالإرادة والكلام. وما فيش تركيب أيضا في القديم، لأن عز وجل عندهم قادر بذاته. القادر يقابل الوجود عند الفلاسفة وعند النصارى، لأن عندهم أرض وجود وعلم وحياة، ووجود الأشياء يكون بالوجود، قالوا لا بالقدرة عشان بيقولوا بحدوث العالم. قادر بذاته، عالم بذاته، عشان ما يبقاش المسيح كلمة الله القديمة، حي بذاته الروح القدس. لماذا قال كده؟ قادر بذاته، عالم بذاته، حي بذاته، عشان وجه النصارى. أرجو نرجع المذاهب ونحل ونركبها مع بعض بدون إلزامات اللي هي عمالة، ده أصل كلها دي كانت نزاعات مالناش دعوة بيها. قال عمر بن عبد العزيز عن خلاف الصحابة: هذه دماء عصمنا الله منها فلا نخوض فيها. لا تفوت. خلاص بقى، مش عمالين احنا، ده تاريخ يا عم، مش ده تاريخ وخلص بقى. ما تشوفوا ايه الاسلام، وشوفوا العناصر اللي بتدافع عن الاسلام من اي حته، من اي مكان. انا بشوف الاسلام بينتشر الان دلوقتي على يد الصوفيه اكتر. خلاص شوف كده، اشوفه، كنت بشوفه على يد الازهريين كمان، عايز ارجع تاني. الوهابيين نيروها، نيروها فعلا، وسودوا وجوهنا وطلعونا ارهابيين. كفايه ان 19 واحد، كم واحد منهم؟ 16 من عند الوهابيين. 11 سبتمبر، وان كانت فبركه ولا كانت مخابرات فليكن ما يكون. طب جبيري بقى من الاذهان ولا حاجه، ده احنا بنشغل علم بس. الازهر هو مناره العلم في العالم كله. قم في فم الزمان وحي الأزهر. أيوة سيدنا كمل. ولا بد من انتهائها إلى البسيطة، لأن الواحدة مبدأ المتعدد، كما أن الواحدة مبدأ التعدد، كما امتنع عدد متناهم، عدد متناهم أو غير متناهم. طبعا بقى ما نقولش مثلا فلاسفة عدد من الإلحاد موجودين بقى، لا نهاية لهم، لا نحن نقول حدوث العالم. نعم. فكما امتنع عدد متناهٍ أو غير متناهٍ من غير أن يوجد فيه وحدات، كذلك يمتنع أن يوجد متعدد لا يكون فيه أحد، أي أمور غير منقسمة بالفعل سواء كانت قابلة للانقسام أو لا. ثم التركيب قد يكون حقيقياً. لا أنا واحدة كمان مرة. لأن الواحد مبدأ المتعدد.
كما أن الواحدة مبدأ التعدد، فكما امتنع عدد متناهي أو غير متناهي من غير أن يوجد فيه وحدات. وحدة بلاش وحدة. وحدة بلاش وحدة، يعني أنا بتعمل يعني أتكلم. قاعدوا يقولوا الوحدة العربية لما بقيت اتصال. طيب، من غير أن يوجد من غير أن يوجد فيه وحدات، كذلك يمتنع أن يوجد متعدد لا يكون فيه أحد، أي أمور منقسمة أو أي أمور غير منقسمة بالفعل، سواء كانت قابلة للانقسام أو لا. خد بالك، أنا عايز أفرق بين بالفعل يعني بالإمكان أو بالقوة، مش كده؟ نعم. والهيولة بالقوة يعني بالإمكان، الإمكان موجود. بالفعل أنا عندي المستحيل في التسلسل، التسلسل المستحيل عند الفلاسفة وعند المتكلمين اشترط إذا وجدت حلقات السلسلة كالعلل والمعلولات، التسلسل فطري يجب أن ينتهي إلى القديم كما يقول المتكلم، أو واجب الوجود كما يقول في العلل والمعلولات. طيب، زاد الفلاسفة شرطين، قال وجود حلقات سلسلة خلاص يبقى لا تسلسل في الإعدامات متكلم وفيلسوف، اجتماع حلقات السلسلة، ترتب حلقات سلسلة. طيب، إذا وجدت حلقات السلسلة ولكنها لم تجتمع كإيه؟ حركة هذا الفلك، حركة قبلها حركة. أصل الشرط الثانية انعدام الأولى، شرط التانية انعدام التانية، فوجدت لكنها لم تجتمع، يبقى تسلسل غير باطل. وأيضا لم تترتب كنفوس ناطقة عند الفلاسفة، وجدت واجتمعت لكنها غير مترتبة، لأن الترتب عندهم مش قائم في نفوس ناطقة، حيث في الحادث عندنا عشان توجد نفس ناطقة أن يهبها واهب الصور نفسا فتوجد. طب خلاص بقى، يبقى في الأزل مفيش المعاد العثماني كده، يبقى ممكن توجد النفوس الناطقة سواء وجد رجل أو لم يوجد رجل كذا، وتبقى متسلسلة إلى النهاية. طيب، أنا عندي التسلسل الممتنع عند الفلاسفة بالفعل لا بالقوة، الله، يبقى إذن حركة قبلها حركة لا إلى أول بالقوة مش مستحيل، إنما بالفعل خلاص انت تبقى متناهية. نعم، تفضل. ثم التركيب قد يكون حقيقيا بأن يحصل من عدة أشياء حقيقية واحدة بالذات مختصة بلوازم وآثار، وقد يكون اعتباره وقد يكون اعتباريا. يعني انت دلوقتي ده تركيب وحيترتب عليها اشياء معينه زي الكرسي مع مثلا كده، وقد يكون اعتباريا زي انت ما تنظم الجنس مع الخاص او مع الخاص عشان تطلع حاجه تام او رسم تام او ناقص الى اخره. وقد يكون اعتباريا بأن يكون هناك عدة يعتبرها العقل أمرا واحدا، وإن لم يكن واحدا في الحقيقة، وربما يوضع بإزائه اسم كالعسكري. طبعا امسك انت حكاية العسكر ده، هو الموجود في الخارج أفراد فلان وفلان وفلان، لكن العسكر ده أمر ذهني بس مش موجود في الخارج، اللي موجود في الخارج أفراد هذا العسكر أو الجيش. واحتياج بعض الأجزاء إلى بعض في المركب الحقيقي ضروري، إذ لو استغنى كل من الأجزاء عن الآخر لم يحصل منها ماهية واحدة، وحدة حقيقية. ثم الاحتياج فيما بين الجزئين قد يكون من جانب واحد كالمركب من البسائط العنصرية، ومما يقوم بها من الصور البسائط العنصرية اللي هي إيه؟ النار والهواء والماء والتراب. فيما يقوم بيسموها عندهم بالعبارة استقصة، والاستقصار العناصر بالانجليزي ايه؟ سهل، the element.
the element, the elements, the four elements, العناصر الأربعة, elements. أي كالمركب من البسالق العنصرية مما يقوم بها من الصور المعدنية يقوم بها مما يقوم بها ومما يقوم بها من الصور المعدنية أو النباتية أو الحيوانية إذ الصورة تحتاج إلى تلك المواد من غير عكس وقد يكون من الجانبين كما في الهيولة كما في الهيولة والصورة فتحتاج اسمع في تبادل بقى في الاحتياج تحتاج الهيولة إلى الصورة لتقومها والصورة تحتاج إلى الهيولة لأنها هي المادة التي تقوم بها الأشياء مش كده؟ يبقى الاحتياج من الاثنين أصلها ما فيش عندهم هيولة حقيقية بدون صورة وما فيش المادة بدون صورة ما فيش ولا صورة بدون هيولة عشان كده العالم قديم وأزلي وأبدي نعم وقد يكون من الجانبين كما في الهيولة والصورة فتحتاج الهيولة إلى الصورة من حيث إن بقاء الهيولة من حيث إن بقاء الهيولة بالصورة والصورة إلى الهيولة من حيث إن تشخصها هيبقى تشخص الهيولة يجي إزاي بالصورة عند المتكلم هيبقى الجواهر تشخص بإيه بالعرض باجتماع والابتراء ما هي the four beings الأكوان الأربعة aggregation and segregation motion and rest الاجتماع الافتراق الحركة السؤول أما توجد كده يوجد الجسم فالجسم إما مجتمع وإما مجتمع إما متحرك وإما ساكن مولانا يعني ممكن نبدل المثل ده عند المتكلمين فنقول احتياج بالعرض للعرض والعرض للجوهر طبعا فالعرض مش أصل لا يمكن أن يوجد جوهر حتى ده يوجد جواهر بدون مجتمعات ده كان عند ديموقريط زمان واللي هم عملوه استقت الجواهر بالصدفة اللي هو ايه سمعت عنه بيج بانج الانفجار العظيم الانفجار العظيم مات سابقة بعض الناس اللي خطابة بقى المنبرية عندنا مما يدل على حدوث العالم نظرية الانفجار العظيم ايه الخطابة بقى احنا عمالين ما انت قاعدة جنب مين جنب السباك ونجار وحداد ما انت قاعد وسط علماء الانفجار العظيم بيبقى اذا مادة سابقة وانت تستشهد ده بحدوث العالم ازاي اي حدوث تتكلم عنه لا اله ايوه من حيث ان تشخصها بالهيولة كذا قالوا بخلاف المركب الاعتباري فإن قيل احتياج الهيئة الاجتماعية إلى الأجزاء المادية لازم قطعا قلنا الصورة الاجتماعية في المركبات الاعتبارية محض اعتبار العقل يبقى أمور عجمية اعتبارية فيه أنت نعم لا تحقق لها في الخارج ليس من العسكر في الخارج إلا تلك الأفراد بس كده ما عندكش حاجة اسمها عسكر هي فرد إذا ما كونتش الأفراد دي مش هيبقى موجودة هو موجود بوجود الأفراد هخليها برضه وجود العسكر اللي هو الكليه الطبيعي موجود بوجود ايه؟ الافراد الجيش نعم ولو جعلت الهيئه جزءا من العسكري لم يكن العسكر امرا موجودا في الخارج لان ما جزؤوه عدمي لان مفهوم لان ما جزؤه عدمي فهو عدمي قطعا وذلك مما لا يقول به عاقل ثم انهم اختلفوا في الماهيات الممكنه هي بجعل الجاعل عادي بقى هل الماهية مفعولة أو غير مفعولة ده محل نزاع والثابت المتفق عليه المفعول هو الهويات المفعول هو الهويات عند المتكلم نعم ثم إنهم اختلفوا في الماهيات الممكنة هي بجعل جاعل ومفعولة يعني إيه مفعولة مخلوقة مش ضروري لا فرق أحمد بن حنبل بين الخلق والجعل ليه؟ الآية اللي في سورة الزخرف إن جعلناه قرآن عربية بس فرق بينها وبين الخلق جعلناه غير خلقناه خلقناه آدي المعتزلة قالوا إن الجعل هو الخلق وعشان كده يبقى حادث لا الإمام أحمد بن حنبل قال لهم في تحقيق دقيق الخلق غير الجعل
الكتاب انا مش عايز بقى هنبقى اديكم كتاب انا بحث انا عامله في العشيره المحمديه صوروا منه اللي هو مساله كلام الله تعالى في تفرقه بين الجعل وبين الخلق. هي بجعل الجاعل أم لا؟ في تحرير وفي تحرير هذه المسألة أقوله وما اختاره المصنف وفي تحرير هذه المسألة أقواله وما اختاره المصنف رحمه الله هو أن المراد من المجعولية الاحتياج إلى الفاعل ولا خفاء في أن احتياج الممكن إلى الفاعل من لوازم الهوية دون الماهية. يبقى الممكن مش الإمكان، خد بالك بقى، ما الإمكان غير الممكن، ممكن يبقى الموجود في الخارج، يبقى الاحتياج إذن إلى إيه؟ الهوية هي اللي محتاجة إلى الفاعل دون الماهية. من لوازم الهوية دون الماهية، فمن قال بمجعولية الماهية أراد أنها تعرض للماهية في الجملة، أعني الماهية بشرط شيء ومرجعها إلى الهوية. خلاص بقى بشرط شيء تبقى الهوية أي المشخصة، أما الماهية ذلك المفهوم الكلي فيكون غير مجعولية. نعم. ومن خالف في مجعولية الماهية وقال إنها ليست مجعولة أراد أنها أي المجعولية من لوازم الوجود وعوارض الهوية كتناهي الأجسام، فإنه ليس من لوازم ماهية الجسم حتى لو تصورنا جسما غير متناه كان جسما، لا من لوازم الماهية كزوجية الأربعة فإنها من لوازم الماهية الأربعة. خد بالك بقى من لوازم الماهية الموجودة، أيوة تبقى مجهولة. طب إذا كانت ماهية بصرف النظر عن كونها موجودة أو غير موجودة زي إيه؟ الزوجية للأربعة، ممكن في تلازم هنا سواء كانت أربعة موجودة أو لم تكن أربعة موجودة، يبقى إذن هي من لوازم إيه المجعولية، من لوازم إيه الهوية الوجود، وتبقى والوجود يبقى في الهويات. لكن ممكن أنت تتصور أربعة وتكون زوجا، مش كده؟ دون أن يتحقق الخارج، دي لوازم الماهية. احنا بنقول المجعولية من لوازم الوجود، وإذا كان من لوازم الوجود يبقى يكون في الهويات وليس ايه؟ الماهية الكلية يعني. لا من لوازم الماهية كزوجية الأربعة فإنها من لوازم ماهية الأربعة حتى إذا تصورنا أربعة ليست بزوج لم تكن أربعة، وإلا يكون مراد المخالف ما ذكر لم يكن للمخالفة وجه، فإن احتياج الممكن إلى العلة ضروري، فعلى ما ذكر يكون الخلاف لفظيا. ولما فرغ من مباحث الوجود والماهية شرع في لواحقهما فقال التعين. معلش أنا خدت وقت تاني، هو الموضوع أصل في منطق كتير وعايز شرحه كمان. التعين برضو ضروري هينفعني في الوحدانية بالذات. وشكرا.